يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معا وعبر مبادرة الباحثين السودانيين. اليوم الخميس الموافق 16 من مارس سنة 2023، ونحن في رحاب ونستقبل رمضان، شهر رمضان الكريم. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ونسأل الله إنه يعني يجنب بلادنا شر الفتن، وإنه رمضان الجاي إن شاء الله بلادنا تكون في أحسن حال. نحييكم اليوم في برنامج ونس على دروب النجاح مع مبادرة الباحثين السودانيين. وقبل ما نقدم ضيف الونس اليوم، خلوني بس أذكركم بمشاريع مبادرة الباحثين السودانيين. عندنا يا جماعة مشاريع ضخمة جدا جدا، ومحتاجين لمشرفين. و دكتور أنور والشباب عملوا شير للطلب الإشراف، فبتمنى إنه أي زول يجي يشارك في هذه المبادرة، وحيستفيد طبعا، حيستفيد من خبرات الناس الشغالين، وحيستفيد من الخضم الواسع لمبادرة الباحثين السودانيين وبرامجها المصاحبة. عندنا برضو يا جماعة مشاريع ضخمة جدا جدا. عندنا مشروع المنتدى الاقتصادي، واليومين ديل بيقدم فيه فعاليات مهمة جداً جداً عبر بروف الصادق. وعندنا بنتنا دكتورة نعمة برضو عندها مشروع تلخيص الكتب، حاجة مفيدة جداً جداً. ما قادر تقرأ كتاب، ما عندك الوقت، ممكن أنت ماشي بتسمع التلخيص بتاع الكتاب، وتلخيص احترافي جداً جداً. نرجع لموضوع اليوم، الليلة إن شاء الله يا جماعة هنستضيف التاريخ، وحنتكلم عن التاريخ، ونحن واحدة من مآسينا أنا بحتبيرها، يعني ممكن بعد شوية ضيفنا الجليل يصحح المعلومة دي لو كنت أنا مخطئ فيها، إنه واحدة من مآسينا إنه التاريخ بتاعنا مشوب بالتزوير إن صح التعبير، يعني أو مشوب إنه والله يا أخي تاريخ السودان ده ما كتبوه سودانيين، أو التاريخ بتاعنا ده وينو ذاته نحن ما قاعدين نلقاه، يعني بنقرأ في المدارس حاجات ما كتبوها سودانيين. لكن الليلة يا جماعة بنستضيف البروفيسور أحمد إبراهيم أبو شوك، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قطر، والعميد المشارك للعلوم الإنسانية والاجتماعية بكلية الآداب والعلوم. حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ في جامعة بيرني بالنرويج سنة 1998، وعمل باحثا بمركز دراسات الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بجامعة بيرن بين عامين 95 و1999، ثم بعد أستاذا في قسم التاريخ والحضارة 1999 إلى 2012، ثم بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وشغل عدة مناصب إدارية، كما عمل باحثا وأستاذا زائرا في مركز دراسات الشرق الأوسط الحديث ببرلين 2010 2012 2016، وجامعة بيتسبيرغ الأمريكية 2015، وجامعة لويس كونس 2017، وألف أكثر من 20 كتابا و50 بحثا علميا منشورة باللغتين العربية والإنجليزية في دورات علمية ودور نشر إقليمية وعالمية. كما حصل البروف أحمد أبو شوق على جائزة التميز في البحث العلمي بكلية الآداب والعلوم سنة 2015، وجائزة الباحث المتميز على مستوى كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا لعامي 2007 و2010، وكمان اختير الشخصية الثقافية لجائزة الطيب صالح العالمية في دورتها الثالثة في العام الحالي. مرحبا بك يا بروف، ما شاء الله سيرة ذاتية يعني باهرة، ونفتخر بها جدا يعني. تفضل يا بروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر والتقدير أولا إلى الدكتور أنور دفع الله على دعوته الكريمة لكي أكون حضورا في مبادرة الباحثين السودانيين، وهذه من التجارب الناجحة أنا حسب وجهة نظري، والمشروعات الكبيرة، لأن المشروعات الكبيرة تحتاج لأولي عزم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وأيضا الشكر والتقدير للدكتور ياسين حسن الذي تواصل معي باستمرار منذ اقتراح هذه الجلسة لكي نتجاذب أطراف الحديث في قضايا مختلفة، وإنجاز لي أن أسميها يعني دروب الحياة أكثر من دروب النجاح، لأن النجاح في كثير من الأحيان تواجه التحديات ويواجه فشل
حتى يحقق الإنسان النتيجة المرجوة. وأنا أفتكر إنجاز لي سمحت لي المنصة أن أؤسس مداخلتي على 3 مرتكزات. المرتكز الأول أستقيه من رجل مناضل ومكافح وأيضا يمثل واحد من النماذج الناجح، الرئيس نيلسون مانديلا. مانديلا في أحد كتاباته بيقول: التعليم هو أعظم محرك لنضوج الشخص أو لنضوج الشخصية. ويدلل على ذلك بأن ابنة الفلاح ممكن أن تكون طبيبة، وابن عامل المناجم يمكن أن يكون مديرا للمنجم، وابن سيد المنجر الحقير المزارع، ونحن كلنا أبناء مزارعين، يمكن أن يكون رئيسا لأعظم أمتي. وفي ذهنه باراك أوباما في ذلك الوقت. أستاذنا والأديب عباس محمود العقاد نظر لهذه القضية من زاوية أخرى، وأنا دائما استرشد بما قلته إنه أسوأ ما في الحياة الدنيا هو أجمل ما فيها، وأجمل ما فيها هي تحدياتها، لأن تقدم الشعوب والأفراد يقاس بمدى قدرتهم على فهم التحديات ووضع الحلول المناسبة لها. وهذا هو الشيء الذي نحتاج إليه في السودان. أمامنا تحديات كثيرة، لكن نحتاج أولاً أن نفهم هذه التحديات، لأن فهم التحدي أو فهم السؤال هو نصف الإجابة التي ينبني عليها إجابة موضوعية. وتكتمل هذه الصورة إذا نظرنا إلى رؤية الفيلسوف الفرنسي جورج باستيد. باستيد نظر للتحدي من 3 زوايا: التحدي المادي الذي يواجه الإنسان ويبقى متطلباته الحياتية، والتحدي المنبني على الطموح الذاتي، يعني كل إنسان بيكون عنده طموح يحتاج يحققه، لذلك دائما بنقول: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. فالإنسان الذي يريد أن يحقق شيئا عليه أن يجتهد ويواجه مثل هذه التحديات. والتحدي الثالث هو التحدي الاجتماعي، لذلك جورج باستيد برى أنه أصعب هذه التحديات. التحدي المادي ممكن نتجاوزه، والإنسان إذا كد أو اجتهد يمكن أن يحقق طموحاته، لكن التحدي الاجتماعي لأنه مشاربه متعددة وأمزجته مختلفة هو أصعب هذه التحديات. لذلك نجد الإمام الغزالي بيقول: رضا الناس غاية لا تدرك، يعني لا يمكن أن ترضي كل شخص. فمن هذا المدخل أنا بفتكر إنه إذا حاولنا أن نتحدث عن تجاربنا في هذه الحياة يجب أن لا نتحدث عن سيرنا الذاتية المكتوبة، الكريكولم فيتا، يعني أنا درست وين ومشيت وين وكل نجاح في نجاح، لكن يجب أن ننظر إليها من خلال المناظير 3: الواقع الاجتماعي الحاضن النشأنا فيها، والطموحات التي حاولنا أن نحققها، وأيضا التحديات التي واجهتنا في مسار هذه الحياة واستطعنا أن نتجاوزها ونحقق ما أشار إليه عباس محمود العقاد. فأنا بفتكر دي ممكن تعطينا منصة تأسيس للانطلاق، ودكتور ياسين صاحب خبرة يستطيع أن يوجه الأسئلة المهمة التي تفيدنا في هذه الجلسة أو جلسة المؤانسة. ميوت يبدو لي يا ياسين. نعم طبعا، في الدقيقتين 3 دقائق المضن دي يعني سرحت بينا لعباس محمود العقاد، الامام الغزالي، وجورج باسيل. عشان كده نحن في برنامج ونس على دروب النجاح
ما عايزين السيرة الذاتية المقروءة اللي هي نحن بنلقاها في الإنترنت. يعني نسي لو مشينا كتبنا بروف أحمد بوشيك ما شاء الله حجينا كل السيرة الذاتية بتاعته والسي في زي ما أنت ذكرتها، لكن نحن عايزين نشوف السيرة الذاتية الغير مقروءة. عشان كده نحن دايما نرجع للنشأة والطفولة يا بروف. والله هذه بداية موفقة، وطبعا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد عند منحنى النيل، يعني ابن غرية. وأنا دائما كنت بقول للطيب صالح، بقول لهم الطيب صالح ابن غرية وأنا ابن غرية مثله، وبين الغريتين فراسخ أميال تعد ووشائج غربة تحصى. فإذا سمحتوا لي أنا عندي صور ممكن أعرضها لكم وتكون نقطة الانطلاق، لأنه فيها نعم. صور بتعبر عن هذا الواقع. نعم تفضل يا بروف. الصورة أمامكم الآن، يعني الشخص الذي يشير إليه السهم هو شخصي، وإلى جواري أخي طارق ومحمد وبنت عمتي أحلام، وإلى الشمال الوالد. أنا ولدت في قرية صغيرة عند منحنى النيل تعرف بجنتي، والآن الناس بعد طريق شريان الشمال أصبحوا يطلقوا عليها منطقة الملتقى، لأنه بيلتقي فيها الطريق القادم من الدرمان ويتفرع إلى مروي وإلى ضنغلة. في هذه القرية الصغيرة ولدت عام 1962، ونحن في عهدنا طبعاً كان في شهادات ميلاد وما إلى ذلك من أشياء، بخلاف ميلاد الوالد. يعني الوالد دائماً كان بيذكر ولد سنة وضع بابور الحتانة عام 1900، بعد 3 سنة من وضع البابور اللي هو 1927-30 تؤرخ تواريخ الميلاد بمثل هذه الأحداث المهمة. ولدت في هذه القرية الصغيرة ونشأت وترعرعت بين تراب الصبا في ذلك الوقت، شربنا الموية العكرة من النيل ولعبنا بالدنانين من الشجر وكشقنا التمر وكل الأشياء التي تخطر لبال إنسان عاش في القرية في ذلك الوقت يمكن أن يتذكر، ونجد ذلك في روايات الطيب صالح في دومة واد حامد وفي عرس الزين وفي الطيب صالح وفي أدبيات إسماعيل حسن لما يقول لها ما بتحش قش التناقير، ما بتشيل جردل على الزير، الزراق فوق تقول حرير. يعني التنقير الآن إن سألت أولادنا ما بيعرفوا التنقير ولا بعرفوا الزير ولا بعرفوا هذه القضايا. نحن نشأنا في هذه البيئة الغروية البسيطة، وفي هذه البيئة أنا نشأت يتيم الأم، يعني عمري 6 سنوات توفيت والدتي. لكن في تلك القرية والقرى المشابهة لها في كل بقاع السودان المودة لا تحتاج إلى قرابة، لكن الغرابة تحتاج إلى مودة، بمعنى إنه كل نساء القرية هم أمهات، يعني وأمنا الثانية أيضا والدنا تزوج وأصبحت لنا أم ثانية، وليس هنالك اختلاف كبير في القرى بين الأم البيولوجية والأم التي تنشأ في حضنهم وأصبح لنا إخوة وأخوات. نشأنا بهذه الكيفية في قرية صغيرة. أما إذا حاولنا أن ننظر إلى الأسرة، فكثير من الناس عندما أتحدث وبالأخص عندما أتحدث مدافعا عن الإدارة الأهلية، بعض الناس يذكر أنا ابن إدارة أهلية، وفي كثير من المحافل والفضاءات نجد النظرة إلى الإدارة الأهلية نظرة سلبية أو نظرة سالبة لمواقف معينة، ونحاول أن نسقط المواقف هذه ونعمم. فلذلك أنا أرى التعميم من هذا الجانب غير مفيد. فوالدي هو العمدة إبراهيم محمد أحمد أبو شوف، ووالدتي حشمان الياس أحمد. والدي كان من المنتمين إلى الجبهة المعادية للاستعمار التي أصبحت تعرف لاحقاً بالحزب الشيوعي السوداني، وله أصدقاء كثر في هذا الجانب. ونتيجة لنشاطه السياسي
رفت من مدرسة وادي سيدنا الثانوية عام 1992. بعدها عمل بالقضائية في ود مدني، كاتب في محكمة ود مدني، وأخيرا قرر جدي أن يختار أن يكون عمدة في القرية. عندما رفع والدي إلى منصب رئيس فرع البديرية. فبالنسبة للنشأة إلى جانب المدرسة النظامية، القرية كان فيها أنشطة يعني تحفز الذهن في ذلك الوقت، سواء كان نقاشات عامة أو نقاشات خاصة، إضافة إلى تأثير الوالد. الوالد كان من المستمعين الجيدين لإذاعة البي بي سي. عرفنا عن طريق مديح رشيد المدفعي من المذيعات البارزات في البي بي سي، وأيضا برنامج قول على قول الذي كان يقدم من وقت إلى آخر. والبي بي سي يعني عالم ثقافي مهم يساعد على تطوير فكر الإنسان من هذا الجانب. إلى جانب ذلك كان قارئا جيدا للصحف، وفي ذلك الوقت لا أزعكم سرا أن إذا ذكرت لكم أن البوسطة كانت تأتي بروز اليوسف وصباح الخير والمصور، ومعظم الصحف المصرية والجرائد السودانية مثل الرأي العام وحضارة السودان وغيرها كان يقرأ هذه الصحف له مكتبة صحية. في هذا الإطار أفضل وضع الوالد واهتمامه بمسائل القراءة والمناقشات، وكان يحفظ ديوان أبي الطيب المتنبي عن ظهره وبمناسباته الشعرية. لذلك أنا أفتكر، وهذا ليس تغريضا يعني مجروح، إنه الوالد كان مثقفا بقضايا البلد ومثقفا في قضايا الثقافة العامة والقضايا السياسية، فهذا حفزنا كثير إلى جانب المدرسة. فأنا بدأت مرحلة التعليمية في مدرسة جنتي الأولية. يا بروف بس دقائق، بس في نقطة هنا مهمة. الوالد تم استبعاده من المدرسة لنشاطه السياسي، فهل كمل تعليم ولا بس يا هو الحياة القراءات بعد الدول والإذاعة وكده دي هي كانت المصدر بتاع المعارف بتاعه؟ هو الوالد طبعا رفض من وادي سيدنا في السنة الثالثة، بعد ذلك جلس لامتحان يسمى امتحان الخدمة المدنية للسيفل سيرفيس، واجتاز الامتحان واشتغل في القضائية في ود مدني، يعني كاتب أو معاون إداري في القضائية كم سنوات بعد أن جلت. يعني ما كمل تعليمه لكن اجتهد، يعني علم نفسه بنفسه عن طريق التثقيف العام والقراءات وما إلى ذلك من أشياء. لذلك تذكر أنه في مكتبته عرفنا كتاب تاريخ شعوب وادي النيل لمكي الطيب شبيكة، والأرض الآن فيما ترجمت صلاح أحمد إبراهيم، وأيضا كان عنده ميول ناصرية أو معجب بجمال عبد الناصر، نجد أنه كتب روسيا الناصرية ومصر المصرية وجمال عبد الناصر والعالم العربي وما إلى ذلك من أشياء. كل هذه الكتب كانت موجودة في المكتبة، وكنا نسترق يعني قراءات من وقت لآخر، لكن لا مرتبة وما إلى ذلك من أشياء. بعد ذلك دخلت مدرسة جنتي الابتدائية ودرست المرحلة الابتدائية. في المراحل المتقدمة كنت مجتهد إلى حد ما، يعني كنت بأتي في العشر الأوائل، لكن بعد ذلك يعني أدائي تدهور إلى حد ما بسبب العبث واللعب في ذلك الوقت. لكن عندما جاء امتحان السنة النهائية حصلت على نتيجة جيدة وتمكنت من دخول مدرسة جنتي المتوسط عن 75 تقريبا، في مدرسة جنتي المتوسطة. وعلى دي النقطة حاولت أثيرها في بداية حديثي الدكتور ياسين، إنه مسار النجاح ليس مسارا مستقيما، تحت
يحتريه كثير من التحديات ويحتريه كثير من الفشل. فأنا نتيجة للعبث والإهمال في المرحلة المتوسطة كان من النادر أن يعيد الطالب السنة الأولى المتوسطة. أنا عدت السنة الأولى المتوسطة، يعني كان يعني تقديري متأخر جدا، تغررت المدرسة أن أعيد السنة، وليس لقلة ذكاء ولكن لكثرة إهمالي. وبعد ذلك غرر الوالد بعد السنة الثانية المتوسط في بدايات، غرر الوالد أن أنتقل إلى مدرسة كورتي المتوسط لأكون في داخلية، والداخلية فيها نظام ربط وضبط. إذا نظرت للشريحة الثانية الموجودة هنا، الصورة لنا في مدرسة كورتي المتوسطة صورة إلى أعلى. في ذلك الزمن يعني يكون الشعر كثير وكثيف، هذه كانت ظاهرة محدودة وإن كان تعاقب. فدي بعض الزملاء من مدرسة كورتي المتوسطة. وكورتي المتوسطة أنا أفتكرها كانت نقلة نوعية، لأننا انتقلنا من ضيف القرية إلى سعة المدينة. وإن كان كورتي في ذلك الوقت وإلى الآن تشبه دامر المجذوب، لا هي غرية بداوتها تبدو ولا هي بندر، فيها بعض دواوين الحكومة، المدارس الثانوية، البوسطة، البوليس، السوق في يوم الأحد والأربعاء، هذه مظاهر المدينة، لكنها في نفس الوقت تحمل كثير من تقاليد القرية. ونلحظ ذلك عندما نذهب إلى المسجد أو إلى الجناين أو ما إلى ذلك. كورتي في ذلك الوقت كانت منطقة جاذبة، جاذبة بمعنى أنه لو لاحظنا في الصورة على الأخير رحمه الله والياس عثمان الياس من أبناء تجار درمان الكبار، وفتح الرحمن النيل من أبناء برسودان التجار الكبار، ومجدي من أبناء نيالة. نحن الثلاثة في الصف الأول أبناء غور. هذا يحدث أن التعليم الحكومي كان تعليم متقدم على التعليم التعليم في الأرياف كان أفضل من التعليم في المدن، لكن هذه النظرية الآن انقلبت رأسا على عقب في السودان. نحن درسنا في مدرسة كورتي المتوسطة، وبعد ذلك انتقلنا إلى مدرسة كورتي الثانوية. لو لاحظت في صورة مجموعة طلاب من الخلف مدرسة كورتي الثانوية بهذه البساطة. وأذكر في محاضرة في ويسكونسون كانت بعنوان Educational Journey of a Village Boy. فأطف حاجة لما قدمت المحاضرة من ضمن الأشياء كنت بسأل الطلاب في ويسكونسون إنه ما كان في مواصلات، كنا بنتحرك بالحبير من الغرية بتاعتنا للمدرسة. ألطف حاجة سألوني سؤال تكرر في أكثر من مدرسة في الولايات المتحدة الأمريكية، كان السؤال Do you have a parking lot or the donkeys؟ هم مشكلتنا الباركينج لوتس. قلت لهم باركينج لوتس إيش؟ الأمير بنربطها في السهلة وخلاص يوم الدراسة، وأحيانا أنت تتركها وتعود هي لوحدها للبيت راجع إلى أن ترجع نهاية اليوم الدراسي. كورتي كانت نقلة نوعية من جانب اجتماعي، ونقلة نوعية من جانب أكاديمي. من جانب اجتماعي أخرجتنا من ضيق القرية لنتعرف على طلاب من قرى أخرى، نجد بيننا مشتركات كثيرة وبعض العادات والتقاليد المختلفة لظروف الواقع البيئي ولظروف الواقع المعيشي ولظروف الواقع الثقافي في كل منطقة. فبعد ذلك انتقلنا إلى مدرسة كورتي الثانوية، وكورتي الثانوية كانت مختلفة لأنه فيها أبناء من مناطق حلفة، لأول مرة نسمع بالرطانة بتاع الحلفاويين ورطانة الضناجلة والمحش. إضافة إلى ذلك كان والدات جيدات في الصين، القبيز والقربوش. إحنا القربوش اللي نجيبه من مناطقنا ما كان يعني جيد الصين،
فكنا نتقاسم معهم هذه الأشياء والبلح وما إلى ذلك الأشياء. في الجانب التعليمي كان في اهتمام من الأساتذة، والأساتذة كان يأتوا من مناطق متفرقة من السودان، أيضا هذا يضيف إليك بعد ثقافي. مستر تيم كان من بريطانيا، ورمسي كان من القاهرة، ومحمد علي أستاذ الرياضيات كان من الإسكندرية، إضافة إلى الأساتذة من مناطق مختلفة من السودان المختلف. والأستاذ في ذلك الوقت متفرق للمهن لأنها هي مهنة الأنبياء، لذلك نحن كنا أيضاً نشعر بأنه يجب أن تقوم للمعلم وتفتي التفجيلة هذا المعلم أن يكون رسول زي ما قال شوقي، وهذه حقيقة يعني قدموا لنا علماً نافعاً وأفدنا منهم كثيراً في المرحلة الثانوية. ومن الأساتذة الذين ما زالت كلماتهم عالقة في الذاكرة في ذلك الوقت مدير المدرسة اسمه محمد الحسن أحمدون أستاذ جغرافيا رحمه الله، كان يحثنا على المذاكرة وكان يراهن على أننا سنحرز درجات جيدة لدخول الجامعة، وله مقولة مشهورة كان يقول: وعند الصبح يحمد المدلجون السورة، يعني الناس اللي بيصيروا قليل بيصلوا، وده جزء من أدبيات النجاح. يعني الإنسان إذا عنده عزيمة وإصرار بحق الغاية التي يهدف لها، لذلك لا بد من صنعة وإنطال السفر، فده يجب إنه يكون شعار كل إنسان عنده هدف بارز يحقق. هنا ربما يسأل الأستاذ ياسين سؤال في الثانوية: ليش مشيت أدبي؟ يعني أنا ما مشيت علمي، مع أنه نتيجتي كان متقدم وكنت الثاني في الدفعة، لكن ودي ببركات كورتي أنا أدائي بعد انتقلت لكورتي تحسن تحسنا ملحوظا من الدرجات المتأخرة الخمسة الأواخر أصبحت في الثلاثة الأوائل، فأنا بفتكر دي نقلة نوعية. ويعني نسأل للوالدة الرحمة والبركة في ذلك، لأنه هو الذي نظر إلى أهمية هذه النقلة من مدرسة خارجية إلى مدرسة داخلية منضبطة فيها ساعة دوم وساعة طعام وأنشطة رياضية، إضافة إلى الانضباط في المذاكرة والحصص الدراسية. في كورتي الثانوية كان أستاذنا عبد المنعم محمد دعيم مده الله بالصحة والعافية حريص على إني امتحن أدبي، لأن نتيجتي كانت علمي، لأن نتيجتي كانت جيدة في الجانب العلمي، فأنا رفضت ذلك. قال يا أخي أنا عايز امتحن، قال أجلس المرحلة الأولى وعندنا امتحان تجريبي، إذا ما جبت نتيجة كويسة محاولك للأدب. قلت له فبلغ الناظر بذلك، قال لي الناظر: يا أخي أنا أفتكر الامتحان العلمي. فالناظر ناداني سألني قال: أنت ليش عايز تمتحن؟ قلت له: والله يا أخي أنا قدراتي الأدبية أفضل من قدراتي العلمية، هذا أول الشيء. الثاني أنا عايز أدرس قانون، عايز أدرس كلية القانون في جامعة الرياض. قال له: يا أخي إذا هذه وجهة نظر والرؤية واضحة بالنسبة لي، وما في داعي يضيع وقته في الجانب العلمي. وكما كان امتحنا. وفي هذه المرحلة حصلت أشياء غريبة، يعني نحن كنا أيضا متفاعلين بالحراك السياسي الموجود في آخر أيام مايو، يعني في بداية الثمانينات. ففي سنة 81 حصلت مظاهرات في كل أنحاء السودان، وهي كانت بتعرف بمظاهرات السكر، لأن يعني الرئيس نمير زاد سعر السكر، وبدت المظاهرات في كل بقاع السودان، ومدارس كريمة انضمت للمظاهرات، ومروي، وقتل شخص في المظاهرات في كريمة، ووصل إلينا الخبر. فنحن قررنا أن نظاهر كما يظاهر الآخر. فكان في نزاع بين الطلبة، نحن الطلبة الثالثة ما كنا عايزين المظاهرات تخرجنا من حيز عدم الكنترول وتغلق المدرسة، كنا حريصين، كنا نعبر عن رأينا. واجتمعنا ليلا في المدرسة
وقلنا نحن نخرج ونوزع منشورات والبنات يخرجوا ونحتصن داخل المدرسة نوقف الجامعة. لأنه عندنا مصلحة نحن لو المدرسة قفلت خلاص حنضيع لأنه دي كان في شهر واحد هذا الكلام. فبعض الطلاب أصروا أن المظاهرات يعني واحد من الزملاء أنا أذكر اسمه عبد الغيوم عبد المجيد من أولاد بحري راجل متفتح ما زينا نحن ناس القرى وقيف وقال نريدها صاخبة. هنا المدرسة انقسمت لجزئين فنحن مشينا للداخليات بتاعتنا ونمنا لكن الذين يريدونها صاخبة قطعوا أسلاك التلفون تربط المدينة بالنقاط البوليس وجهزوا نفسهم لكي تكون صاحب. بعد ذلك تحركنا وأذكر أنا خاطبت الموقف في موقعين وتحركنا على السوق ووجدنا قبول جيد من أهل كورتي لما مرينا بالقرية وأخرجنا كل المدارس. لكن لما دخلنا السوق الهتافات تغير بدل كان ضد حكومة مايو أصبحت الهتافات التسعيرة يا تجار السوق الأسود واللعنار. وبهذه الكيفية بدأت عملية حرق السوق كورتي وأحرق السوق عن بكرة أبي. كان القضية إنه بعد ذلك قرر أهل كورتي حرق المدرسة إلا أن العمدة أحمد عمر كمبال رحمه الله رحمة واسعة وقف ضد هذا الأمر وذكر أن كورتي تاريخ مبني على التعليم ونحن لا يمكن أن نعاقب بذنب وفي النهاية مدير المدرسة أعلن قرار أغلب من المدرسة ونحن على أبواب الامتحانات فأغلقت المدرسة وعدنا إلى وحداك جنب القاضي وبوليس مروي والقاضي لما قالوا له تحتمل الطلبة السهم في الحريق قال الجو غير مناسب لأنه إذا احتفلت أي طالب في الظروف الجديدة من الطلاب يثير شغب وتبدو مشكلة أكبر من ذلك فأغلقت المدرسة وبعد ذلك تمت إجراءات البوليس قبض على بعضنا وأنا أيضا قبض علي وخذت كشاهد لأني خرجتنا من السوق أثناء الحريق ورفضنا نحن الحريق المجموعة بتاعتنا كنا شهود على الذين قاموا بالحريق بعد ذلك يتدخل الدكتور كان حاكم الإقليم هو عبد الله عبد الله أحمد عبد الله البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله وجاء في كورتي ووجد معارضة شديدة إن المدرسة ما تفتح فلما جاء ساعة الغداء رفض يأكل الغداء قال لهم إذا ما فتحت المدرسة أنا ما حفظت وكان هذا هو القرار الذي أفرج الأزمة أهل كورتي في ظل ذلك الظرف والعمدة كان من المساندين لإعادة فتح المدرسة معه نفر غليل لكن قرار الحاكم الذي أخذه بفطنة وذكاء صب في مصلحة فتح المدرسة فتحت المدرسة بعد ذلك الحريق وامتحنا للجامعة في هذا الثانوية. نعم طيب يا بروف معليش يعني أسمح لي هنا يعني أوقفك يعني يعني صار بسمع ويعني بسافر معاك من كورتي يعني بعد ذاك قناتي بعد ذاك لكورتي الداخلية يعني دي نقلة كبيرة جدا جدا يعني أنا من الناس اللي عشت في داخلية يعني برضو يعني فالداخلية يعني فيها غير الجانب الأكاديمي فيها جوانب تانية اللي هي فيها الجوانب اللي بتخليك إنك أنت والحياة تعتمد عليه نفسك يعني بتخلي انك انت تفرز صداقاتك من البدايه بتعرف منو زولك ومنو ما زولك وكده يعني فالتجارب دي كلها يا بروف زايدا على التجربه السياسيه وجها لوجه مع السياسه يعني حريق سوق كورتي ومظاهره السكر وكده الحاجات دي اضافت ليك شنو في وقتها يعني والله في وقتها اولا انا ذكرت لك كورتي كانت نقله نوعيه فيها بعد أكاديمي وبعد اجتماعي ووعي ثقافي. البعد الأكاديمي معروف هو التدرج في المراحل الدراسية والتحسن مستوى الأداء. لكن الجانب الاجتماعي أولاً استغينا بطلاب من مناطق مختلفة.
أول مرة نسمع ناس يتكلموا بلسان آخر. الإخوان جايين من حلفة وجايين من مناطق دنقلة ومناطق المحس. وكنا نستغرب هم كيف ما يفهموا بعض. يعني ليش الحلفاوي ما يفهم الدنقلاوي لما يتكلم؟ وهي لغة جزعها واحد. احنا ما كنا فاهمين جزعها واحد لكن كنا نستغرب. ومرات يقول فلان هذا يتكلم لغتين. لغة المحس ولغة الضناك. لما نسأل نلقى أمه دنقلاوية وأبوه محسي. ده السبب في هذه المسألة. إضافة إلى ذلك في مفاهيم مرسخة وستيريوتايب في القرية ما عندها أي أساس. ودي من الأشياء الموجودة في كل القرى. نحن كنا بنفتكر ناس ناوة بيقولون ناس ناوة سحاحين. يعني الفهم ده مترسخ بعصرنا في قريتنا. وكنا بنقول لهم كيف تعرفوا صح؟ يقول لك لما يجيك أدي لبن زمان ماشي اللبن معناه صح. وكنا نمشي في السفرة معنا أولاد من ناوة بالعين وبيشربوا اللبن ولا ما بيشربوا اللبن فبنجدهم يشربوا اللبن. فمثل هذه المفاهيم الخاطئة بدأت تتغير. إضافة لذلك زي ما ذكرت لك في بداية حديثي إن المودة لا تحتاج إلى أقارب. تجد عندك صداقات تصطفيها عابرة لهذه المناطق. ومن الأشياء اللي اكتشفتها كما ذكرت الدكتور ياسين أنا في سنة 81 سافرت في رحلة من جنتي لحد منطقة جزيرة بدي. من أجمل الجزر هي جزيرة بدي. قضيت وقت في كرمة وفي دنقلة بالباخرة. السفر كان سافرت بالباخرة وجزء الحمير مشيت من السليم لإيماني للسير وما إلى ذلك من الأشياء. من ضمن الأشياء اللي أنصحها في مناطق دنقلة في ذلك الوقت إنه الهجرة كانت كثيرة. يعني عدد النساء أكثر من عدد الرجال في المنطقة. لكن النساء متقدمات في فهمه. النساء كريمات. يعني من ضمن الأشياء اللي حصلها في جزيرة بدين نزلنا من المشرع ولدينا تمرة عامل الراس ما أعرف حسب المناطق الأخرى أعرف الأشياء دي والله لأن إحنا بأبراس يعني بدأت تنضج تتحول لرؤى. فبدأنا فهذه المرأة جات ترجي وتسجد لمسافة بعيدة وأنا انزعجت جدا لأنه ما فاهمة بتقول في إيش. لما وصلت أنا أذكر قالت لي التمرة هذه ما حلو في تمرة أحلى منها تعالوا أوريكم ليها. فدي من مكاسب الحياة. الجانب الآخر في حياة الداخلية هو الانضباط. يعني علمتنا المسؤولية. يعني أنا أذكر في مدرسة كورتي الوسطى كنت مسؤول من المخزن. نطلع نعمل الأوزان للوجبات الغذائية نحسب الرقيف لما يجي من المتعاقد نوزع الأكل في الصفرة ما إلى ذلك من الأشياء. إضافة لذلك كل غري عند كل عنبر عنده رئيس. إضافة لذلك فرق الكورة والكوكريكلم أكتيفيتيز في ناس مسؤولين منها. فضلاً عن أننا بدينا نعتمد على أنفسنا نغسل ملابسنا نفرش أسرتنا ما إلى ذلك من إجراءات. كل هذه تولد في الإنسان روح المسؤولية. وأنا بفتكر الداخليات في هذا الجانب شيء مهم إذا اصطحب الإنسان الواقع الاجتماعي والصحي جيد بيسجل له إضافة مهمة إلى جانب الأكاديمية. نعم يديك العافية يا بروف. يعني طيب التجربة السياسية يعني أول مرة يعني تطلع مظاهرة ويعني المظاهرة تنتهي بتكفيل المدرسة وتكاد يعني اقتربت إنه الأمور إنه المدرسة كمان تروح فيها يعني في المظاهرات أو في العمل السياسي في ذلك الوقت. يعني والله شوف هي العمل السياسي مدرسة كورتي الثانوية كانت مشهورة إنه فيها نشاط للحزب الشيوعي متقدم جدا ونشاط للإخوان المسلمين والبحثيين إلى حد كبير كويس ومتأثرة لأنه مروي أيضا كانت من المدارس النشطة في السودان في الجانب السياسي. لكن في ذلك الوقت لم تتبلور عندنا أفكار سياسية معينة إلى حد كبير. لكن الشيء هي الاستجابة لمظاهرات الطلاب وموقف الطلاب دائما الرافض للأنظمة الحاكمة.
يعني نيميل في السنوات الأخيرة كان في انتقادات كثيرة، ونحن أيضا الوجود في كورتي أدانا مساحة نعرف ما كان عندنا صحيح تلفزيون بصورة منتظمة، لكننا كنا نمشي نقابل البخصان نلقى الجرائد القديمة، الجرائد الجاية من الفرطوم، حتى بعضها فيه آثار الزهد والأشياء هذه، لكن نقرأ برضو بقينا نعرف إنه في أشياء في الفرطوم فيها كذا، وفي في مظاهرات وفي ناس بيقولوا كذا وكذا وما فيها ذلك من الأشياء. فهذه خلقت عندنا وعي مبكر بالعمل السياسي العام، لكن لم يكون هنالك عمل تنظيمي بصورة واضحة. إضافة إلى ذلك نجحنا في المدرسة في محاربة شغبة الطلاب. شعبة الطلاب هذه كان بيقولوا هي ذراع للاتحاد الاشتراكي، ففيها بعض الزملاء والإخوان الأصدقاء، فكنا لا نحبيها لأنه عندها مشرف ومنظمة جيدة، فاستطعنا في مدرسة كورتي نكون اتحاد، لأنه لغو الاتحادات المدرسية في ذلك الوقت، أنشأنا لجنة الطعام وأصبحت هذه اللجنة هي المسؤولة من تنظيم أنشطة الطلاب وما إلى ذلك، وكنا نفتكر ذلك نصر يعني ضد الأزرع بتاعت النظام الموجودة في المدرسة وما إلى ذلك الأشياء. بهذه الخلفية انتقلنا إلى الخرطوم، وقبل ما يعني ننتقل لجامعة الخرطوم أنا مشيت الخرطوم مرتين مع الوالد، ومن أطرف الأشياء مرة كان الوقت ده في بصة برجيلة، فأنا ركبت الباص من الثورة الحارة التاسعة ونزلت في الحتة بتاعت فندق أراكو ميدان أبو جنزير، يعني هذه جرأة منقطعة النظير يعني اتخذ قرار بهذه الكيفية وأنا زول ابن قرية يعني. ففي ميدان أبو جنزير للفرق قريب يعني حول المسجد الكبير ما بعيد، وقلت أرجع الثورة يعني لأن أبوي برضو ما كلمته في ذلك الوقت، وركبت في الباص. المشكلة أنا كنت حسيت شكل السواق، لكن ما كنت جالس البصات بتتغير يعني، كنت مفتكر نفس السائق أجيت معاه من الثورة أركب معاه في الباص يرجعني الثورة، فإذا الباص يمشي ويعبر كوبري كوبر وينتهي لي في بحر حتى لا أعرفه تماما. وفي النهاية الكمساري قال لي أنت منتظر إيش؟ قلت له والله يا أخي أنا صباح معاكم من الثورة لكن أنتوا سجيتوا انت مختلفة تماما يعني. فقال لي يا اخي البصات دي السائقين بتاعنا بيتغيروا، ما معناه انت مش مثلك سايق الصباح في الثورة معناته يتقبل انك تربط. ودي خلفية الانسان الغروي اللي تحدثه لجامعة الخرطوم. جامعة الخرطوم كنت امني النفس انه ادخل كلية الغروي، وكلية القانون طبعا بيحصل لها عدد بسيط جدا على ما أذكر كان 90 طالب في ذلك الوقت، والبقية بيمشوا الآداب وكلية الاقتصاد. أنا كان الرغبة الثانية آداب، والرغبة الثالثة أظن جامعة الجزيرة وجامعة الرمان الإسلامية على ما أذكر. فتم قبولي لكلية الآداب، لم يتم قبولي بكلية القانون، ودخلت الآداب. والصورة هنا بتوري إنه الانتقال إلى أداب جديد في جامعة الثمانية. لما وصلنا جامعة الخرطوم هي بداية يعني الصراع والمعارضة الشرسة للنظام، انتهاء نظام نميلي عندما تخرجنا في فترة الديمقراطية الثالثة. في جامعة الخرطوم كان الطلاب يحبذوا اللغات، اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الروسية، بعد ذلك بنمشي التخصصات الأخرى سنة أولى جنرال يعني درسنا سنة أولى، بعد ذلك تم توزيعنا. أنا في السنة الثانية أو السنة الأولى أخذت فلسفة وتاريخ، وبدأت مواصل في التاريخ، وكان عندنا أساتذة يعني متميزين وأثروا فينا لاحقا، لكن شعرت إنه عندي وقت. في السنة الثانية انتسبت إلى كلية الحقوق بفرع القاهرة، فبحمد الله استطعت أن أتخرج من جامعة الخرطوم وأيضا من جامعة القاهرة،
ليسانس حقوق وحصلت على المحادثة، لكن وصلت في جامعة الخرطوم في الآداب في التاريخ. لكن جامعة الخرطوم يجب أن لا ننظر إليها النظر الأكاديمي، ودي النقطة ذكرها الدكتور ياسين. إحنا ما عايزين السيرة الذاتية المكتوبة، عايزين السيرة الذاتية المسكوت عنها. السيرة الذاتية المسكوت عنها فيها عدد من الجوانب، فيها جوانب ثقافية وجوانب اجتماعية وجوانب اقتصادية أو جوانب ثقافية. الجوانب الاجتماعية، جامعة الخرطوم كانت تمثل بوتقة لأهل السنة، يعني الناس ينصاهر ويتعارفوا وتتوسع الدائرة، يتوسع قطب الدائرة التي بدت تندار تدريجيا من كورتي إلى أن وصلنا جامعة الخرطوم، من كورتي الوسطى من الغرية إلى كورتي المتوسطة إلى كورتي الثانوية إلى جامعة الخرطوم. في جامعة الخرطوم اتسعت المجال ليشمل كل السودان. وأنا أذكر في سنة أولى استقلنا في داخلية النيل الأزرق قريبة من السينما، لكن إحنا ما كنا عندنا هوى في السينما لأننا جايين من خلفيات معينة، يعني مرة نحاول نخش السينما لكن بصورة منتظمة. لكن في الغرفة أننا سكنت فيها، الغرفة نمرة واحد الطابق الأرضي في النيل الأزرق، كان فيها أنا من جنتي وأحمد حسين دروس من الديوان وكريستوفر جرمة من الاستوائية ومنير بشرى محمد أفندي من المجمل. هذه التركيبة أدتنا المساحة نتعرف على بعض، والتعرف على بعض لا يعني التعرف بالأشخاص، لأن الشخص يحمل معه قيم مجتمع عاش بين الظهرانيين سواء كان في القرية أو في المدينة، ودي ساعدتنا كثير إنه نتفهم قضايا أهل السنة. هذا في الجانب الاجتماعي. الجانب الآخر هو الدراسة مع البنات، يعني نحن جينا من القرى، كيف التعامل مع البنات والأشياء هذه ما كانت بالنسبة لنا، لكن يعني حاولنا أن نندمج في المجتمع بطريقة أو أخرى. والنتيجة أنا زوجتي كانت من كلية الآداب في النهاية كلية الآداب جامعة. هذا في الجانب الاجتماعي. الجانب الثقافي، جامعة الخرطوم كانت تعج بالأنشطة السياسية والثقافية، ومن أهم أنا بفتكر لوجهة نظري إنه من أهم الأنشطة التي مكنت لقضية الحوار والنقد هم الجمهوريين، أنصار الأستاذ محمود محمد، لأنه كانوا بيثيروا قضايا مثيرة للجدل وعندهم ركن منتظم يأتي فيه دالي وعمر البراي وآخرين ويناقش قضايا مثيرة للجدل، إضافة إلى الأركان التي كان يقيم الاتجاه الإسلامي والجبهة الديمقراطية على مستوى النشاط السياسي. في ذلك الوقت الاتجاه الإسلامي بدأ يفقد بريق، لأنه في تلك الفترة أصبح مساند للنظام الحاكم، وعادة المعارضة في الجامعات عندها بريق ولا معان أكثر، إضافة إلى النقد الموجه من الجمهوري للحزب الشيوعي وأيضا للإخوان المسلمين أو الاتجاه الإسلامي والتيارات السياسية الأخرى. وأنا أذكر كان عندي حوار في برنامج أسمار مع عنب البشرة، قال لي يبدو إنه الحزب الجمهوري أو أنشطة الجمهوريين عصمتك من إنك لا تكون شيوعي ولا تكون أخو مسلم. وأنا أفتكر ذلك سبب، لكن هنالك أسباب أخرى. أنا ما كنت يعني شخص يلتزم بالجانب التنظيمي، مرات ممكن أخرج من السياق. الشيء الآخر، انشغلت بالدراسة في فرع القاهرة، يعني معظم وقتي كان موظف للدراسة في فرع القاهرة. إذا انتقلنا للجانب الأكاديمي في جامعة الخرطوم، لا شك هنالك أساتذة كثر أثروا في مسيرتنا الأكاديمية. وإذا أخذت مثلاً
التاريخ نموذج. أنا أتذكر كنا دائما نحبب محاضرات الأستاذ محمد سعيد الجدال رحمه، لأنه الجدال هز ثوابتنا الفكرية وهز بعض معارفنا اللي كان نصنفها في إطار الثابت، وأصبح هنالك اختلاط بين الثابت والمتغير. هو يفسر التاريخ وفق المنظومة الماركسية، العلاقة بين وسائل الإنتاج والقوى المنتجة وعلاقات الإنتاج. لا يؤمن بالتفسير البطولي، نحن جينا إنه المهدي هو قائد الثورة المهدي، وقال لا يا ولا المهدي هو إفراج اجتماعي. المهدي في واقع اجتماعي معين، والواقع الاجتماعي هو الأهل، والفكرة أيضا فكرة المهدي المنتظر نابعة من صراعات المجتمع المحلي، لأنها في حد ذاتها تمثل رأي معارض للنظام الحاكم. يستشهد بواقع، يستشهد بالأبيض، إن الأبيض ليش كانت الحاضنة الأولى للثورة وطبيعة الصراع المتبقي بين الناس في المهم في هذا الجانب. نحن كنا نحاضر أيضا بشراسة مع الجدال، نحن نقرأ أيضا أدبيات سيد قطب حسين مروع عماد الدين خليل التفسير الإسلامي للتاريخ، وأيضا جدليات هيجل والتاريخ البطولي و تحدي والاستجابة لطويل فيه وما إلى ذلك من الأشياء، وهو كان يتحدى كل هذا. ولد فينا روح البحث، وأنا بفتكر هذا جانب إيجابي في تدريس التاريخ، إنك لازم تنشي أسئلة تتجاوز أسئلة متى وأين إلى سؤال لماذا وكيف، عشان تقدر تحدد الأشياء الحاكمة لحركة التاريخ. وفي النهاية التاريخ هو علاقة جدلية بين الإنسان والمكان والزمان. هذه هي جامعة الخرطوم، استفدنا منها في الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي والجانب السياسي أيضا. بعد ذلك تخرجنا من جامعة الخرطوم بعام 86 وواصلت دراستي في فرع القاهرة. في هذه الفترة حاولت التحق بجامعة أندرمان الإسلامية، لأنه الماجستير ما كان فتح في جامعة الخرطوم، فالتحقت بجامعة أندرمان الإسلامية في كلية الآداب. انتهيت من التمهيدي، الماجستير التمهيدي، وما كملت بعد ذلك، انتقلت لجامعة بيرجن. لكن من الطرف هنا عندنا صديقنا ربنا يطرب الخير، أخ صديق وحبيب الدكتور توفيق الطيب البشير، الآن في جامعة الملك سعود. توفيق أيضا كان يدرى كلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم، ويدرى اللغة العربية في فرع القاهرة، والتحق بجامعة أم درمان الإسلامية لعمل ماجستير مع التخرج من جامعة الخرطوم. وأذكر في واحدة الأمسيات التقينا، قال لي والله يا أخي ما فضلت لنا إلا تقدم لجامعة جوبا والجزيرة، قلت ذاك كانت جامعات خمسة في السودان، الآن عندنا 26 جامعة، والأداء يختلف عن الأداء الذي كان. هذه هي جامعة الخرطوم بخيرها وبشرها. تجربة مميزة جدا جدا يعني، ونقلة يعني، كل مرة بيكون في نقلة يعني، نقلة من القرية للمدينة إن صح التعبير في ذلك الوقت، بعد ذاك النقلة الكبيرة للمدينة اللي هي الخرطوم، وجامعة الخرطوم اللي هي تاج الجامعات السودانية. فأكيد بتكون يعني تجارب كثيرة جدا، وصغلت حاجات كثيرة يعني، صغلت الجانب الاجتماعي والجانب الإنساني والجانب الأكاديمي. بعد جامعة الخرطوم نحن طبعا ما أعتقد شخص يرشدك مثلا يقول لك الدراسات العليا تعمل كذا تتطور رأسي، ما إلى ذلك من أشياء، فهو كنا بنجرب الأشياء يعني، مرات تنجح ومرات تفشل حسب الظروف والصياغات الموضوعية المحيطة. فأثناء بعد تخرجنا من جامعة الخرطوم ونوسخ الشهادات، ظهرت وظيفة الضباط الإداري. نحن لسه ما خرجنا من الجامعة، لسه قاعدين في داخليات الجامعة،
نستلم في شهاداتنا وكذا، وبعدين مرات بنجي نقعد في ايام. ف قدمنا للضباط الاداريين، وامتحنا في مدرسه التجاره، كان عددنا 4000. جلسنا للامتحان الضباط الاداريين 4000 من خريجين الجامعات المختلفه، نجحوا 400، نجحوا 400. بعدين دعونا للجنة الاختيار وقالوا لنا المعاينات والمقابلات الشخصية، وفعلا مشينا للمقابلات الشخصية واختاروا مننا 150 طالب ضابط إداري من 400، والحمد لله أنا كنت في 150 اللي اختاروهم. بعدين ألطف حاجة في المعاينة، بيسألوا أسئلة عامة بخلاف التخصص، كتب أسئلة كده مرات يعني تخرجك من 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 الموضوع كله. فكان عندنا صديق وأخ عزيز يعني أقرأ الله بالخير اسمه عوض الله حاج إدريس من أمدام حاج أحمد في كردفان. عوض الله كان رجل سريع البديل، فسألوا قالوا لي يا أخي أذكر 3 نساء شيرات في العالم، انت ما انت بس لازم تجاوب يعني. عوض الله قال لهم ويني مانديلا ولو كنت فريزونا اكينو وحنان بلوبولو. في ذلك الوقت حنان بلوبولو كان ماسك الحافلات يعني حفلة التذكير اسمها حنان بلوبولو. فانفجروا اللجنة ضحكا، وعوض الله لما نعم حصل ايش يبدو بسطة هذه والله، قال يا اما ضيحت نفسي يا اما ضيحت اللجنة. لكن انا ذكرت لهم 3 نساء كذا، قلنا له والله حنان بلبلو تكون خرجتك من القائمة. ففعلا حنان بلبلو أخرجته من القائمة. وبعد ذلك جاءت مسألة توزيعنا بعد ما عملنا كورس الإدارة إنه نوزع خارج الكرسي. فأذكر أنا معي واحد اسمه أحمد إبراهيم أحمد، وأنا اسمي أحمد إبراهيم أحمد. فالمشكلة في الكسوفات ما خدت كلمة شوك أو أبو شوك هذه عشان نميز بين ما المقصود. فأنا جيت الشخص المسؤول من شؤون العاملين قلت لي أخي أنا ودوني وين؟ قال أنت ودوك كسر. وأحمد الثاني ده ودوه الأوسط، أنت ودوك الإقليم الشرقي وأنا ما كنت عايز الإقليم الشرقي. الناس بيقولوا الإقليم الأوسط كويس وموارد ماشي وكلام زي ده. فمشيت كسر، شينا كسلا. لما جيت أصرف المعية اللولة قالوا لي ملفت الموجود تماما نفك، وإيش الحل؟ بتحسون العاملين قال لي والله يا أخي شوف إذا ما دار تعقد الأمر تشيل الملف ده تمشي ترجع للأوسط وتجيب ملفك من الأوسط حتى نصرف ليك الراتب بتاعك. فعلا عملت هذه العملية وجبت الملف بتاعي من الأوسط، وكنت غضبان جدا لأنه كان ممكن أن أمشي الأوسط. فحظي جابني ليه كسلة، اتدربنا في مديرية كسلة، وكسلة كان فترة جميلة سكننا في حي الكسلة جنب سيد الحسن. سيد الحسن هو قريب من توتيل واللي قاعد نمشي ليه توتيل نزور والجبل نسان خدار. فقضينا هذه الفترة في كسلة وكانت فترة جميلة، اتدربنا على الحسابات، اتدربنا على النقل الميكانيكي، اتدربنا. لكن من ألطف الأشياء في ذلك الوقت كان الضباط الإداريين يعني همهم الأكبر توزيع المواد التموينية، السكر والدقيق. عندنا جدا كان بيقول الأبيضين، يعني بيسمينا الأبيضين، يعني بيفتكر إنه الشخص اللي يشتغل في محل الأبيضين هذا شخص محظوظ. وأذكر أنا معانا زميلنا وربنا يطرد الخير العاقب الدرناج العبر، كان مسؤول من المواد التموينية في بلدية كسلة، نحن ضباط مساعدين معه. فجاء واحد من أهل الهدمدوة طلع لي ورقة قال لي عايز سكر. المعلم قال لي والله ما في سكر. دخل الورقة من جيبه الثاني طلع لي واحدة قال له داير دقيق. قال لي ما في دقيق. الحكاية دي زعلته جدا. وجي في الباب قال يا أخي أنا الضباطين الكبار يصدقوا لي بالسكر والدقيق. أنتم ما تصدقوا الضباط الصغار ما تصدقوا لي بالسكر والدقيق. بعدين عين للعقل قال للعقل
انت عامل شريط زي شريط اللمبه جاي نفسك في من احنا البيتيو شريط واحد رقيق يعني ما مالي الاسباليطه يعني بدايه السلم الاداري فشتمنا بهذه الكيفيه وقضينا فترتنا في كسلا كانت جميله بعد ذلك انتقلت الى بلديه بورسودان وفي بورسودان تدربنا يعني على الصوره هذه توضح في بورسودان تدربنا في القوات البحريه على ضرب السلاح وقضينا 3 أسابيع ضربنا جيم سري والمسدس ودونا تدريبات قوية جدا بعد ذلك انتقلنا لبلدية بورسودان في بلدية بورسودان قضينا فترة طيبة ومن ضمن الأشياء الجميلة أنا أذكر كنت مسؤول في إدارة الأسواق في بلدية بورسودان فلازم تعرف ثقافة الناس يعني في العمل الإداري ده شيء مهم فأنا أذكر كان معانا سواق اسمه حسين فلقيت زوجته عيان عايش في جاز بعدين أنا طلعت الملف وقلت أوثق الحالة وديه إجازة بعدين قلت له يا حسين جبت في المكتب يا حسين زوجتك اسمها منو؟ قال لي أنت عايز بزوجتي إيش؟ عايزك تبينا انه زوجة حسين مريضة عشان اديك اجازة قال لي لي اجازة ذاته مو عايز وقلت الحكاية دي وانا ادركت في ذلك الوقت اني خطأت خطأ كبير جدا اني ما شفت الخلفية والسياق الاجتماعي اللي انا موجود فيه وتعاملت بهذه البراءة في هذا الجانب لذلك الانسان مرات يفتكر ناس الريف بسطاء لكن هم أذكياء جدا يعني أنا أذكر أيضا واحد اسمه عثمان بالعيد نسجل عدد من الناس قالوا يصرفوا لهم سكر وشكينا في عدد الناس الموجودين فاتفقنا أنا أمشي معاه وبعدين قلت له شوف يا عم عثمان في شرط إنه ما ترطون إطلاق كلهم بالعربي عشان أنا أقدر أفهم الحاصل قال لي خلاص مشينا لقينا الغرة مشتتة بعدين لا قال واحد قال لي في سمايه في حته معينه في الحته اللي احنا ماشيين لها بعدين قام قال لي جماعه كله مشوا حته مناسب فمشينا السمايه العدد كبير طبعا في السمايه الناس الموجودين هنا في اللحظه دي بدا يخطب وراهم هو جاي ليش نو قال لهم انتوا كلكم تقولوا تابعين ليش يا اخي الموضوع انتهى وما قدرنا نحصر حتى الناس عثمان بالعيد فالحكومات المحلية كانت إضافة مهمة بالنسبة لي قضيت فيها فترة قرابة السنتين وحضرت بدايات الإنقاذ ودخلنا في صراعات في الأول في إدارة الأسواق ويعني كان في تعنت من الناس الموجودين هناك فبعدك أخذت إجازة وجات منحة وانتقلت للنرويج هذا ما يختص بالحكومات المحليه نعم طيب قبل ما نمشي نمشي للنرويج الخدمه المدنيه وما ادراك ما الخدمه المدنيه في السودان يعني فبفترتك اللي انت قضيتها في كضابط اداري في كسلا وفي بور سودان يعني ايجازا المشاكل بتاعتها شنو يا بروف في ذلك الوقت يعني والله يشوف في ذلك الوقت كان الخدمة المدنية إلى حد ما جيدة لأن ما بطالة يعني الاختيار كان بيتم عبر طريق لجنة الاختيار والناس بتنافس منافسة حرة كمان سواء في لجنة الاختيار أو في السالمية أو في الوظائف الأخرى في الدولة إضافة إلى ذلك كان بنأخذ التدريب نظري وتدريب عمل ودي من الأشياء الإيجابية ورثناها من العهد الإنجليزي يعني بناخذ كورس عن الإدارة في أكاديمية السودان للعلوم الإدارية ده بيوريك طريقة اتخاذات القرار وما إلى ذلك من أشياء فتح الحسابات قفل الحسابات وما إلى ذلك بعد ذاك 4 شهور بتحصل على تدريب عمل يعني نحن في كسلة نشينا النقل الميكانيكي شفنا النقل الميكانيكي كيف بتعامل مع الحكومات المحلية أنت عندك سيارات عندك عربات تابع للمجلس وترفترات وأشياء زي دي تعرف تشغيل إنه الأشياء عشان السواقين ما يلعبوا عليك سواق الشيء الآخر جلسنا في الخزنة وعرفنا دخل الحسابات يعني
15 مهمة بدون حافظة التوريد، إضافة إلى ذلك تكفر الخزنة بياتو كيفية إذا المحاسب موجود لإنتظار المجلس، قضية الضرائب والرخص التجارية وما إلى ذلك تمناها في بورسودان، بلدية بورسودان، ومارسنا العمل في بورسودان. في هذا الجانب الحكومات المحلية الحتة التي أستطيع أن أتحدث عنها كانت إلى حد ما شغالة بصورة لا بأس بها، لكن الإشكالية الأساسية وحصلت في أواخر أيام مايو أصبح معظم الضباط الإداريين يعني منشغلين بقضية توزيع المواد التموينية، سواء سكر أو دقيق أو جازعين جلاحظا، ودي صرفة على العمل الإداري المرتبط بالتنمية، وأنا بفتكر دي كان لها تأثير سلبي على الحكومات المحلية في معظم أنحاء السودان. لذلك تجد الضابط الإداري مهتم لا ينمغ بلاية، لأنه في ذلك الوقت قضايا التنمية كلها مرتبطة بالمجالس المحلية، التعليم الابتدائي كان تابع للمجالس المحلية، أراضي الدرجة الثالثة كانت تابعة للمجالس المحلية، إضافة لذلك الأندية الثقافية وما إلى ذلك من أشياء، ليس على ذلك توزيع الأراضي السكنية والحفاظ على صحة البيئة، دي كلها كانت تابعة للحكومات المحلية. لكن في الآونة الأخيرة الإنجليز كانوا واضعين شيء جيد، يعني مثلا الضابط الإداري في الجامعة، لكن معه المهندس في خريج المعهد الفني بدبلوم، معه خريج كلية الصحة بدبلوم، ودي كان الاحتياجات الحقيقية، لذلك كان خريج كلية الصحة أفضل من خريج الآن رفعوها لجامعة عنده بكالوريوس، كان في جانب العمل متميز جدا، كذلك خريجين معهد الكليات التكنولوجية أو المعهد الفني، أيضا المهندسين كانوا مهندسين في الجانب التطبيقي أفضل من جامعة الخرطوم من هذه الناحية. فدي كان مرعية إنه أنت قضية التعليم أو قضية ربط التعليم باحتياجات المجتمع الشديدين من ناحية التخصصات، من ناحية التكوين، من ناحية الأداء الوظيفي اللي بقوم به الموظف، ودي الآن أصبحت ما مدروسة وأصبحت الجهاز الإداري جهاز متركب. الشيء الآخر تدخل أهل السياسة، يعني في العمل الإداري أصبح السياسيين يتدخلون كثير في قضية المواد التموينية، في قضية توزيع الأراضي، ما إلى ذلك من أشياء، فدي خلقت إرباك للعمل الإداري بصورة واضحة في الفترة اللي أنا عايشتها في السودان. طيب يا بروف، بس في حتة مهمة جدا، يعني التدخلات بتاعت السياسيين في الأعمال الإدارية والفنية، هل الحاجة دي يعني بدت من الاستقلال، بدت من بعد الاستقلال طوالي، هل هي حاجة فينا نحن السودانيين ذاتنا كده كDNA، يعني الحتة دي أريد بس لو سلطت الضوء عليها شوية. والله شوف، هي الحتة دي يعني بدت من أكثر من جهة. أولا أنا أتذكر يعني من الكتب المهمة المهتمة بالإدارة الاستعمارية في المستعمرات البريطانية واللي كتير الناس بيعتمدوا عليها، كتاب لفريدريك لوغارت اسمه دول مانديت إن تروبيكال أفريقيا، ده بيتكلم عن الجانب الإداري. فأنا لا إلى الآن أذكر إنه من النقاط المهمة ذكرها فريدريك لوغارت إن العمل الإداري المنظم بيقوم على ثلاثة أشياء: الشخص المناسب في المكان المناسب، وده بيعتمد عليه توصيف الوظيفة، والشيء الثاني النظام الأرشيفي الجيد، لأنه ده بيعني استمرارية الموظف. أنت لما تجي في مصلحة وتجد نظام أرشيفي جيد، لما يجيك الملف بتعرف تاريخ القضية عشان تتخذ قرار سليم. الآن لو شفت في دوائر الحكومة تجد صاحب الطلب شايل الورقة في يده يقولين يوقعون ويشيل ويشيل، ما في ملفات بتحط هناك في الايدل شيت. الايدل شيت انت بعد الباش كاتب حفظ الطلب في الملف، بيعلق في الايدل شيت، ما بيعلق على الطلب نفسه، بيعلق في الايدل شيت موضوع الطلب وطبيعة القرار المفروض يتخذ. انت بتتخذ قرارك في الايدل شيت، على ضوء الايدل شيت بيطلع خطاب اخر. إذن الوثائق الحكومية والجانب الأرشيفي بيكون فيه نوع من الاستمرارية. الشيء الثاني تكملة الدائرة الوظيفية،
يعني انت اذا اي شخص ثاني يقدم اعطاء جيد ادي اقل حاجه في 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 في, في, في محل الوظيفه 4 سنوات. كويس. هنا بعد الاستغلال يعني بعد اخذنا استغلالنا بدا في تدخل في حته اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وده انعكس سلبا على قضيه النظام الارشيف وقضيه اتخاذ فالتدخل اخذ هذا الشكل. بعد ذلك التدخل ايضا اخذ شكل الفساد، يعني بقى الاحزاب السياسيه عايزين يتدخلوا عشان انت تعطيه رخصه تديه تصدير تديه اشياء من دي. اصبحت الدوله نفسها تفرغ نوع من الفساد، هي مصدر الفساد نفسه، سواء يرتبط بالمواد التموينيه او توزيع الاراضي او ما الى ذلك. لذلك ممثل الحكومه ممثل الاحزاب السياسيه كان يتدخل من هذا الجانب، ومعظم التدخل بيجي من الجهاز التشريعي. يعني الناس اللي بننتخب النواب مهمتهم يكون عندهم وعي بالواقع القومي عشان يضعوا تشريعات تخدم البلد في اطار الكل، مش تجي تطالبني بانه يحفروا لك بير في جنتي او يعملوا لك طاحونه في منصور كوتي. دي ما قضايا مهمه، دي قضايا تعالج اداريا انت لو وضعت السياسه، ودي من الاشياء اللي افرغت الدوله السودانيه من محتواها الى حد كبير. بعد ذاك التدخل اصبح متسافر عهد الهميري، حصل التدخل، والتدخل بدا برفض الناس يرفضوك على ضوء الانتماء السياسي بتاعك، وده حصل في جامعه الخرطوم مثلا، يعني رفض عدد من الاساتذه وفي المؤسسات الاخرى، واخذ شكله الاكبر في عهد حكومه الانقاذ عن قضيه التمكين وقضيه الرفض والاشياء دي، ودي خلطت الحاجة. إنها بنت إذا ما اشتق رجل مناسب في المكان المناسب لا يستطيع أن يتخذ قرارا مناسب، ويترتب على ذلك النتائج السلبية التي تحدث في واقعنا. ده كلام مهم جدا جدا يعني. فهسا أنا أنت بتتكلم وأنا بلخص يعني، برضو اتخيل لي يا بروف الوعي بتاع المواطن، يعني المواطن لو كان واعي بحقوقه وواجباته برضو بيساعد بيساعد الجهة الإدارية إنها تتخذ القرار السليم. هو وعي المواطن مهم طبعا، وعي المواطن مهم، لكن انت بلد في بلد مثل السودان انت مفروض تقود حركة الوعي والتنوير. يعني انت مش تكون المضلل للناس، يعني مثلا اذا جاك شخص يسأل عن حقوقه حقه انت تعطي حقوقه توضح له. فانا اذكر من ضمن الاشياء اللي اذكرها في بلدي بالسودان، في واحد أخذوا منه سبيرات ناس المجلس، وكل يوم المحاسب بيقول لك حال الليلة تحال بكرة، المحاسب داير يدوه حاجة يعني. فيوم جاء واحد اسمه جرجس كان مسؤول من الخزنة، فجاء صاحب الفاتورة هذا قال لي يا أخي أنا شوف أنا يوم الأحد ما بجي، لكن يوم الاثنين تجي تلقى قروشك في الخزنة. ده المحاسب جرجس فعلاً جاء يوم الاثنين لقى قروش في الخزنة، على المكتب لقى أنا مجموعة قاعدين وجرجس قاعد في الباب، قال لي إن شاء الله يا جرجس ما تسلم. قلنا لي يا أخي أنتم قلنا إن شاء الله يا جرجس أسلم، أنت قلت لي أسلم زيكم كده زيكم. فقط أنتم وعي بحقوق جرجس الموظف، الجانب الواجع الأخلاق عنده متدني، هو اللي بيطمس حقوق المواطن بطريقة أو أخرى. نعم، كلام جميل جدا جدا. يلا طيب بعد ده نجي نمشي نشوف المنحة، يعني خلاص تركت الوظيفة أو اتجهت يعني من العمل أو الخدمة المدنية إلى الجانب الأكاديمي مرة أخرى، يعني السبب شنو؟ والله شوف في سببين، يعني السبب اولا زوجتي حصلت على منحه في جامعه بيرغن وكانت استاذه في جامعه الجمهوريه الاسلاميه، وانا ايضا قدمت وحصلت على قبول من الجامعه نفسها، ومشينا بهذه الكيفيه لجامعه بيرغن عام 1989، يعني بدايه الانقاش، يعني شهر 8 احنا خرجنا 31/8 خرجنا من مشينا جامعة بيرغن، وبيرغن حقيقة كانت نقلة نوعية في مناخ، في طبيعة أهلها، في طبيعة الدراسة،
الواقع الثقافي والواقع الاجتماعي ككل. فتحركنا لقيرقن، ومن ضمن الأشياء لما مشينا بيرقن ونزلنا في المطار، أنا كنت لابس بدلة عادية يعني قطن ولا إيش ما أعرف، الواقع باردة جدا. فكان الأستاذ بتاعي مستغرب إنه أنا ما مدرك طبيعة البرد الموجود في هذه البلد. بعدين طبعا واجهتنا الأمطار، وده جزء من الجزء الخاص بالطقس. اختلاف الطقس أعطانا فرصة نتعلم أشياء كثيرة. يعني أنا عملت سكيتنج في ليلي هامر وفي جوز دال، تنين الزحلق، يعني ما قمنا الكروس كنتري، لكن يعني بس بالإسكيز الواحد بيقدر يتحرك يمين شمال. ومن ضمن الأشياء أذكر مشينا لجوز دال في الوينتر سيمينار، والجليد كثيف، أنا أول مرة أشوف الجليد في حياتي. فالمدربة طلعتنا في أعلى جبل وقالت بعدين صرفوا، وكانت مسألة خطيرة يعني. بعدين قلنا لها دخلنا معها في طارنا الحكاية دي ما ممكن، ولا فزقنا من على الجبل إلى أسفل، ونحن ما عندنا خبرة وأشياء زي. قالت الحل الوحيد كل واحد يجي يمسك فيني من الخلف أنزله وأجيكم طالع. بعدين كان ده الحل الوحيد. فمعانا عنه باكستاني اسمه صبيري يبدولي، فأنا داني رأس قال لي فيش حرام، قلت له حرام ايش؟ قال لي هاو مرضى انت هدو أتيدي فرم دباح. قلت له يا أخي دي مسألة حياة أو موت، يعني مش مسألة حلال ولا حرام، نحن حننتهي يعني، نحن ما كنا نجاسف بحياتنا يعني في التكلم. قال لي زين وقزي والديسيشن، قلت له فضل. إذن أخذتنا نزلتنا بسلام. وأخونا الصدير هذا جنب تدحرج من أعلى الجبل، وهي كروس التراك بتاع السكيتنج وانغمس في الجليد، وبعد ذلك صفارات الإنذار بدأت تصيح. جابوه مجندل تماما، أدخلوه غرفة درجة حرارتها عظيم فوق لل 45، وأعطوه هوت شوكليت قريب ساعتين حتى يقدر تريكفر ويجي يمارس حياته مرة أخرى. فدي من الأشياء المرتبطة بالطقس في ذلك الوقت، إضافة لكثرة الأمطار والثقافة المختلفة والحياة المختلفة. ونحن كنا قلة يعني، بيرقن هي مدينة جامعية صغيرة، معظم الحضور فيها في الداون تاون هو طلاب جامعة بيرقن. كان في مجموعة من السودانيين في طب الأسنان، ومجموعة في الدراسات الاجتماعية، ونحن كنا في اسم التاريخ. والصورة اللي على الشمال تصعد فيها أنا وتصعد فيها زوجتي، يعني لأن الشعر ضاع وكل وضاعت أشياء كثيرة. فهذا فيما يختص ببيرقن في الجانب الاجتماعي. جانب الاختصاء الجانب الأكاديمي كان تحدي آخر، كان تحدي آخر، وزي التحديات أسوأ من في الحياة كما قال أستاذنا محمود عباس العبقري. لأنه نحن بنأتي من جامعة الخرطوم بأدوات وعدة قليلة مقارنة بالجامعة الجنوبية، ودي واحد من التحديات اللي بتواجه الإنسان، وإنت مرات بتكون أمام خيارات صعبة، يا إما ترجع يا إما تقرن ليلك بنهارك لتحسن أدائك الأكاديمي. اللغة الإنجليزية أيضاً نحن كنا نفتكر إن جامعة الخرطوم كان بدد حاجة في ذهننا إن هي المنزية الجميلة المستحيلة وهي أول جامعة في أفريقيا وما إلى ذلك من أشياء، تبخرت كل هذه الأشياء. يعني نحن لأنه نتكلم عن جامعة الخرطوم هي أكبر، لأنه لم نخرج من الخرطوم نشوف الجامعات الأخرى كيف تطورت وكيف أشكالها. لذلك في ذهننا أن جامعة الخرطوم ما في أفضل. صحيح جامعة الخرطوم في مرحلة من المراحل كانت من الجامعات المتميزة، لكن هي ليست أحسن جامعة. في الثمانينات بتجد جامعات كثيرة تجاوزت حتى داخل السودان. فكان لابد أن نحسن اللغة الإنجليزية، نوسع
مواعين المغرب عندما نقرأ قراءات متعددة. ولما جيت أنا كان في ذهني إني أكتب عن حاجة عندها علاقة بين القانون والحكومات المحلية والتاريخ، لأنه أنا اتفرجت أيضا القانون وما تراوضني أشواق القانون وما إلى ذلك من أشياء، فكنت عايز أكتب عن الجانب التشريعي في الدولة المهدية. فعلا قدمت بروبوزر والمشرف احترض على البروبوزر، الحمد لله إنه البروبوزر ما حد يعني significant contribution في الافيلابل literatures في الفيلد وكذا، واحسن اشوف لي موضوع واحد اخر وده تحدي اخر. والزمن بيمشي طبعا، كان الخيار ايش؟ الخيار الاخير انه وجدت عند بروفيسور بيتر هولت. بيتر هولت هو اول مدير مؤسس لدار الوثائق لما كانت دار المحفوظات في اوائل الخمسينات، بعد ذلك انتقل لجامعة لندن، انتقل لجامعة لندن لمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية، وأصبح بروفيسور في تاريخ الشرق الأوسط. فعنده الوثيقة الوحيدة الموجودة إلى الآن عن تاريخ مالية الدولة المهدية في عام 1897. فأنا عملت الرسالة التوحية هذه الوثيقة، كتبت عن النظام المالي في الدولة المهدية، وكانت هل تمثل فصل دراسي كامل في الأطروحة. وبعد ذلك تم تطوير بمساعدة الأستاذ، ونشرت في كتاب عن طيب معلش يا بروف، يعني الموضوع اللي انت اخترته ده واحدة من الصعوبات اللي بتواجه طالب الدكتوراه اللي هي المراجع، فانت اخترتها موضوع صعب جدا جدا، يعني قدرت كيف انك تلقى المراجع اللي بتدعم الاطروحه بتاعتك؟ يعني والله هو ده سؤال مهم. طبعا المراجع منشورات المهديه كان موجوده بتديك الاطار العام. فالاطار العام اضافه لذلك وجدت بعض المراجع المرتبطه بتاريخ العهد التركي، فوجدت في جامعه بيرجن 3 مجلدات هي فيها وثائق تركية حقق شخص اسمه سامي باشا، محمود سامي باشا، ونشرت عام 1916 وثائق فقط. دي أعطتني الإطار العام بالنسبة للنظام المالي في الدولة المهدية، إضافة إلى ذلك طبعا في كتابات، ولا أنسى كتابة أستاذنا محمد سعيد القداد وطرحته كان على النظام الاقتصادي في الدولة المهدية. استنادا على الوثيقة، ومن الأشياء تعلمناها أيضا إنه نتجاوز النظرة الوضعانية. النظرة الوضعانية تقول لا تاريخ بدون مثل، لكن النظرة الحديثة لمدرسة التاريخ المهدية ومدرسة الحوليات الفرنسية ومدرسة التاريخ الجديد بيفسر الوثيقة بمفهوم أوسع. مش الوثيقة هي الوثيقة الرسمية، الوثيقة حتى تشمل التاريخ الشفوي يعتبر جزء من مفهوم الوثيقة، الظواهر الجغرافية. لذلك حاولوا أن يوسعوا إطار الوثيقة أفقيا، يشمل عدد من الأشياء، صور، تماثيل، أي حاجة آثار، ما إلى ذلك، كل يمثل توثيق لفترة حقبة تاريخية معينة. وإضافة إلى ذلك يعطي إطار أوسع رأسيا لمفهوم الوثيقة، يعني ما نغلق نفسنا في تقليد الوثيقة على ضوء المحتوى فقط. نحن لازم نوسع ونسأل أسئلة، لماذا كتبت هذه الوثيقة؟ ومن كتب الوثيقة؟ وما الظروف التاريخية المحيطة بها؟ لأنه الوثائق الاعتقاد بأن الوثائق لا تكذب هذا اعتقاد خاطئ. صح. أستاذنا محمد سعيد القداد يسمي الناس اللي اهتموا بأدب أو ينقلقوا في المدرسة الوضعانية بالمؤرخين البروقراطيين، يعني يعتبر كل ما كتب من الدولة هو صحيح. هذا يعني حتى في زماننا الحاضر لو شفنا ما يصدر من الدولة نجد فيه كثير من الكذب والحسد. الفترة هتبقى والتاريخ نتائجنا حاكمة، لازم نرجع للسياق التاريخي الذي تشكلت فيه.
فدي أعطتنا مساحة إنه نضع لهذه المسيرة حواشي في إطار الأدبيات الموجودة وتخرج في شكل أطروحة ثم تترجم في كتاب نشرته بريل عام 1998. وأنا بفتكر دي أعطتني فرصة وبتخلينا ننتقل لنقلة أخرى لأنه في هذه الأثناء جاء البروفيسور أبو سليم. حجة في تاريخ المهديين. استفدت منه كثير وعجبته موضوع الرسالة بتاعتي. فقال لي ليش ما بعد ما ترجع السودان تنتقل لدار الوثائق؟ ايش عايز في الحكومات المحلية؟ فانتقلت لدار الوثائق القومية من عام 1992 لحد 94 انا كنت في دار الوثائق القومية في السودان. ويبدو لي هنا في صورة لدار الوثائق القومية ده بيتر هوست توفي الآن بيتر هوست ودي دار الوثائق. أنا اشتغلت في دار الوثائق بصورة مع سيد مصطفى ومع بشير التجاني وده المبنى القديم سرايا السيد عبد الرحمن. وفي ناس كثيرين بيقولوا ليش دار الوثائق في سرايا السيد عبد الرحمن؟ وبعضهم يعني سألني سؤال هل ده بدي فرصة لأنه في يكون معاملة خاصة بالنسبة للأنصار؟ هذا فهم الفهم. سرايا السيد عبد الرحمن صادرني ميري بعد أحداث الجزيرة. وأنا أذكر إنه أبو سليم مشاليل دي رواية أبو سليم قال له يا أخي الصراحة دي بدل ما تكون مهجورة أو تكون يعني سكن من سكنات الأمن أو حاجة دي ما ننقل فيها دار الوثائق المركزية في ذلك. وافق ميري في السبعينات انتقلت دار الوثائق لصراحة السيد عبد الرحمن وبنيت المستودعات الخاصة بحفظ الوثائق في دائرة السيد عبد الرحمن المهدي وأصبحت تسمى بدار الوثائق القومية. في دار الوثائق طبعاً قضيت فترة لما نجيت دار الوثائق كان بشرط لأنه أنا لما قبل ما بعد ما انتهيت من الماجستير في برلين قدمت مشروع للدكتوراه وقبل مبدئياً وأستاذي كان دار إنه نزام شير دار الوثائق القومية لازم أجراجع للدكتوراه. فهذه أعطتني فرصة أمشي دار الوثائق وفترة دار الوثائق أيضا كانت فترة مفيدة في ظل وجود بروفيسور أبو سليم إضافة إلى ذلك التعرف على مستنيات الدار وطبيعة المحفوظات المهمة الموجودة فيها والتعامل مع الباحثين إلى أن عدت إلى بيلجن في 94 وجلست إلى أن أنجزت أطروحتي والأطروحة كان أنا الإدارة الأهلية في كردفان موضوع الأطروحة من الإدارة الأهلية في كردفان ومشيت كردفان وجمعت بعض الداتا من اجتماع كردفان زرت حي الناظر وزرت شريكان وكانت بيل يعني بحث وزرت سميمة ومناطق كثيرة في منطقة نظارة البديرية. ومن الأشياء اللي لفتت انتباهي في نظارة البديرية في كردفان وسط كردفان يعني أنا جلست الجبار حسين زاك الدين وكان على كبر الناظر عبد الجبار. ومن ضمن الأسئلة اللي سألتها اللي كنت بسأله بعمل لي حاجة أقرب للكروس إكزامينيشن اللي بيعمله المحامي بقرا الملفات وهو بيكون موقع عليها في العشرينات والثلاثينات والكلام ده في التسعينات بمشي أقول لي أنت قلت كده يعني قبل 50 أو 60 سنة وبدي جزء من القصة طب احكي لي الخطاب كما هو ومرات بزيد في الخطاب اقول له انت بده يقول لي لا انا ما انا متذكر عشان اتاكد انه من المعلوم. والطريف في الامر قلت له والله يا عم الناظر نظارتك دي صغيره جدا ما زي نظاره الحمل ولا زي نظاره الحواشم في جنوب كردفان ولا زي نظاره الجوامع بتاعت الطيب هارون في شرق كردفان. ضحك قال لنا نظارة البديرية في وسط كردفان مثل جلد النمر. النقطة الزرقاء دي كلها مو بديرية. لكن البديرية استطاعوا يستوعبوا. وأنا بفهم الفهم العميق لإدارة التنوع. بنحتاجه في السودان.
يعني جبار في وعي الإبرة تنوعت إلى نوع مختلف ثقافيا وعرقيا وما إلى ذلك من أشياء. إذا في هذا بيستوعب بهذه الكيفية هذا النوع من التجانس والانصهار والاستيعاب وحفظ كلمة الآخر. نحن كان مثلنا لا قدام وما كان إلى الآن نعيش في مسألة اتفاق جوبا وغيرها. نعم. نعم. هذا فيما يختص بطروحة الدكتورة وطروحة الدكتورة. أجستها في عام 1998 في جامعة ديربي. وبعد ذاك جلست اشتغلت في فترة مساعد باحث في المكتب العالمي للدراسات الشرق الأوسط والعالم الإسلامي في ديربي نفسها. ثم جاءت النقلة الأخيرة إلى ماليزيا. إذا في سؤال هنا وواحد. لا لا واصل 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 يا بروف. أين؟ فدي الصورة بتاعتها. طيب يا بروف أنت ما شاء الله يعني في سيرتك الذاتية مليء جدا بالتأليف والنشر. في الفترة دي يعني من أيام أنت في الضابط الإداري لحد ما قبل الماجستير هل كنت بتنشر بتكتب بتنشر بتكتب في جريدة في حاجة؟ والله شوف أنا في الحكومات المحلية كتبت مقال عن الحكم المحلي نشوف في جريدة الأيام والنشر في السودان في الوقت ده ما كان سهل يعني كان في تتابع وشاذ. لما جيت دار الوثائق كتبت مقال عن مصادر التشريع في المهدية وكتبت مقال عن ساتي ماجد الذي أصبح شيخا للإسلام في أمريكا الشمالية. نعم نعم. يعني اللي قلت لي وثائق ونشر في مجلة الملتقى. بعد ذاك كان في مجلة اسمها مجلة الخرطوم. نشرت فيها مقالين عن الإدارة الأهلية. عن نشأة الإدارة الأهلية وإلغاء الإدارة الأهلية. نعم. في هذه المرحلة. من جيت بيرجن نشرت في مجلة سوداني أفريقيا في مرحلة الدكتورة عدد من المقالات مشتركة مع أستاذي المشرف وبعضها منفرد إضافة للكتاب اللي ألفته عن الكتاب من المجتزع من طروحة الدكتورة بعنوان البابليك تريجر والزماتيست ستيت اللي نشر في بارلي في لايدن. السؤال يا بروف منشأه إنه حاليا يعني في وعي اكثر من زمان بكثير في موضوع اهميه البحث العلمي والنشر. فانت في الزمن ده كان من وين بيجي الوعي؟ يعني منو كان بيحسك بيقول لك يا اخي والله مهم جدا انت في سيرتك الذاتيه يكون في ابحاث منشوره ومحكمه في مجلات محكمه وكذا وكذا؟ والله يا اخي جامعه بيرجن وفرت هذا المناخ. يعني انا كنت في مركز بتاع ابحاث اللي هو مركز دراسات الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وفي مجلة يعني كانت بتصدر اسمها سودانيك أفريكا وأسي تحولت وأصبحت اسمها الإسلام في أفريقيا ومجلة الآن سكوبس كنا بننشر فيها. وإضافة لذلك وجود الكم الهائل من الوثائق يعني ناس بيرجن أيضا جمعوا وثائق من أفريقيا وأكبر مجموعة هي مجموعة دارفور حصل عليها ريكس شونوفي. ريكس شونوفي هو مؤلف كتاب ستيشن سوسايتي إن دارفور ومن أميز الناس اللي كتبوا عن دارفور. عنده وثائق مصورة لا توجد الآن في أي مطعم من بقاع العالم إلا في مكتبة ريكس شونوفي وأنا أتحت له فرصة مصورة. أضاف لذلك في وثائق عبد الله بن حمزة وفي وثائق جابوها من درم عن طرق الحج يعني عن الحج والأشياء. إضافة إلى ذلك بوب كولينز كاتب عن السودان كثير وعن جنوب السودان اتبرع بمكتبته لجامعة بيرجن وتعتبر من أكبر الكولكشن الموجودة فضلا عن مكتبة محمود صالح. محمود صالح اشترى أكثر من 40,000 وثيقة من البي آر أو في لندن وأودع في النرويج لأنه لما مشى السودان ما لقى أي جهة تستقبل هذه الوثائق. فأودع في بيرجن وأعطوه الدكتوراه الفخرية وما إلى ذلك من الأشياء. فبيرجن خلقت مناخ ووعي بأهمية النشر. وده بيقودني لي قصة طريفة. الزمن يسمح أنا ما داير أخذ من وقتكم. لا 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 بالعكس يا بروف إحنا والله لاقينا كوين السهرة دي اللي أجمل سهرة الخميس معاك يعني.
أذكر أنا لما انتهيت من الدكتوراه ريكسي شونوفيلي شايل له كتاب مخطوط فيه 267 صفحة قال لي أخذنا معي فقال لي إنه تقرأ المخطوط ده وتكتب لنا عنه ريبورت المخطوط عن الإسلام في جنوب شرق آسيا. حقيقة أنا متعطى من هذا لكن الراجل أستاذ فقبلت على مضى لا أنا بفتكر جنوب شرق آسيا ما عندي علاقة بجنوب شرق آسيا إيش جنوب شرق آسيا أنا بشتغل على السودان وفترة الحكم الاستعماري وما إلى ذلك فسألت جاري اسمه أربرش أوفين أربرش أصلا أصول ألمانية وكان بيعمل في الدكتوراه على المجاليب بيعمل على الشيخ المجد محمد علي المجد في الدامر فذكرت له قلت له يا أخي أنا شون أوفين جا مرة عليه وقال لي كده وأنا قبلت لكن يا أخي الموضوع ده ما حكى علاقة به يعني قال لنا الموضوع ده عرضوا عليك الأول ورفضت. طبعاً الخواجات مسألة الرفض عندهم ما فيها إشكالية أستاذك رئيسك ممكن ترفض عادي يعني لكن أنا يعني كان يعني يصعب علي إنه أقول لي شون نو فقابلتها على مضض وداني ديدلاين وبديت أدري فيها بديت أدري في المخطوط اكتشفت إنه المخطوط عن شخص سوداني ذهب لأندونيس وأنشأ أكبر جمعية اسمها جمعية الإصلاح والإرشاد العربية في أندونيسيا عام 1914 وحقيقة شدني المخطوط بعد ما كتبت الريبورت الصغير لشون باللغة الإنجليزية المشيت قلت له يا أخي هل عندك احتراز أحقق هذا المخطوط درجوا عن السؤال دكتور أنو قال لي والله أنا ما عندي مانع لكن أنا ما صاحب الكوبي رايت شوف قلت لي لكن أين الكوبي رايت قال لي اتصل ببروفيسور أولي كثريتاك في الـ School of Oriental and African Studies لأنه أنا أخذت منه اتصلت بأولي كثريتاك في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن قالت له ما هذا الوثيقة دي ما حقتي أنا أخذتها من عبد القادر التميمي في سورابايا في أندونيسيا قلت له هل عندك التلفون بتاع عبد القادر أو الفاكس بتاع عبد القادر التميمي في سورابايا أعطتني عبد القادر التميمي في سورابايا اتصلت فيه قلت له كذا 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 قال لي والله يا أخي أنا الوثيقة أخذتها من عوض بن سنكر في شيبوك وبرضه في أندونيسيا اتصلت بعوض بن سنكر عرفت انه توفي قبل 6 شهور ونحت مرة أخرى لعبد القادر التميمي قال لي لازم تحصل على موافقة جمعية الإصلاح والإرشاد في أندونيسيا للشيخ السركشتي وده ده خطاب بعبد القادر التميمي الأول خطاب استلمته من عبد القادر التميمي فجمعية الإرشاد وافقت المخطوط وبدأت في إعداد نشر المخطوط وفي النهاية لما مشيت ماليزيا اشتغلت عليه في سنة 2000 طلع في كتاب باسم يمكن بتكونوا شايفينه تاريخ حركة الإصلاح والإرشاد وشيخ الإرشاديين أحمد محمد السركوتي أحمد السركوتي يا سلام فيه تقريبا حوالي 586 صفحة والكتاب ده شكل لي نقلة نوعية لأنه انتقلت لجنوب شرق آسيا وفي فترة تحقيقه حصلت في كثير من الطرق يعني ودي الحاجة الغير مكتوبة والمسكوتة عنها العزيزة الدكتور ياسين لو مشيت حصلت على أسناب حفظ الكتاب حصلت على منحة في جامعة لايدن في هولندا لأنه فيها مركز كبير للأبحاث في الأندونيسي مشيت هناك وجدت فعلا بعض الوزارة ساعدتني في التحقيق لكن من الطرف في حديث عن زيارة القبور ما وجدت له أي أثر في كتب الصحاح السنة
لا في مسلم ولا البخاري ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا غيره. فمشيت سألت طلاب بتاع الأزهر يدرسوا في لايدن بتاع الدكتوره، واحد قال لي يا اخي ما تسأل شيخ يانبر. قلت لي مين شيخ يانبر؟ هو قال لي يا اخي ده اكبر محدث في غرب اوروبا. قلت له مسلم؟ قال لي يا ما مسلم لكن محدث. قلت له انت بتمزح؟ قال لي لا والله. انت مش مكتبه الدراسات الشرقيه؟ في شخص قال لي بيجي شايل الكتب بتاعه في الترولي، والوحيد الوقت ذاك سامح له انه يكون عنده كمبيوتر مع تنتوش الشاشه الصغيره دي انه يشتغل داخل المكتب. فعلا مشيت لقيت بروفيسور يانبول فاتيلو في الترولي مليان كتب، وفي طرابيزه طويله راسي فيها بعض الكتب، فاتح اربع خمس كتب ات وان تايم، وبنظر هنا وبنظر هنا وبنظر هنا وبمشي. فسلمت عليه قلت له يا اخي انا في حديث عايز اخرجه وما وجدته في كتب الصحابه السته. قال لي وين الحديث؟ قريته له وقال عايز له كده. قال لي ده اثر ما حديث. قلت له يعني ده ما حديث في كتب الصحابه السته؟ قلت له لكن القوي. قال لي تلقى في سنن ابي يعلى. مشى لسنن ابي يعلى فتح الكتاب وراني القول المنثوره وانا حققتها على الضوء. الشخص ده ما مسلم ولا عنده علامه بالاسلام لكن مجتهد، ومن الذين وضعوا المعجم المطهرس لالفاظ الحديث. بس بيكون توفي لان انا لما قابلته عمره فوق ال 90 سنه. عمره فوق ال 90 سنه وبرضه شغال في ال وده بيرجعني دكتور ياسين لقصة الناظر عبد الجبار. أنا حكيت القصة بتاعت إنه الناظر عبد الجبار أيضا بيتذكر بهذه الكيفية لقاضي محكمة الاستئناف في القضية. قال لي يا أخي أنا أحكي لك قصة أقرب إلى الخيال. قال لي حصل نزاع بين الحمر والبديرية، ده الحامي في حد الفاصل بين النظارات الثلاث. وقال لي ماتوا ناس، وكان الحاكم في الوقت ذاك محمد الحسن الأمين، والمشكلة تعقدت بصورة عجيبة جدا. لو المشكلة دي ما في زول بحلها غير الناظر عبد الجبار. مشوري عمره برضه فوق ال 90 عبد الجبار في الوقت ذاك. قال له تعرف الحد الفاصل بين الحمر والبدرية والدرهم؟ على الحد لما وضعوه كنت طفل مميز مع أبوي بجهد سويرس حاكم كردفان وضعوا الحد. كلام ده سنة كم وعشرين؟ قالوا بتعرف وش قال لك؟ وعجيب لي عربية بوكسي كاشف خدت لي كرسي ورا. قلت له جاب العربية بوكسي كاشف خدت. فبحكي لي الباب ده قال لي مشينا فيه خلص صقيع ما في شجرة ما في أي حاجة. قال الناظر ده دق في رأس البوكسي قال لهم وقفوا هنا وقفوا. قال نزل حقه بيدينه عالي الجبال الجبال هنا وهنا ومشى زي 15 خطوه وقال احفروا هنا. يا لقيته رماد يا لقيته بحر الشدة. والشدة الذي كان الحد بين البديريه وقال لي نحفر نحفر سينا قال بس بعد شويه الطريق طاق في بحر الشدة. يا سلام. ففي ناس يعني انت لذلك قضيه الحضاره والثقافه الثقافة في النهاية هي الدين لغة يعني فهم عادات وتقاليد وأعراف ومعتقدات الناس. ممكن تبي الشخص في بادية الشبابيس ثقافته عالية بالمكان اللي بعيش فيه. طيب يا بروف الكلام ده بغضني للحتة بتاعت اللي هي إدارة المعرفة في السودان. يعني أسي مفروض كل الحاجات دي تدون وكل يعني المخطوطات اللي انت بتتكلمت عنها وبحثت فيها وكده مفروض تدون يعني، ومفروض يعني تلقى طريقه للمكتبات عشان الجيل ذاته يعني يشوف انه يشوف المعرفه دي جات من وين وماشي على وين. يعني انا دار الحق سؤال هنا يا بروف بسؤال دكتور ياسين، في انه في تقديرك ما هي افضل وسيله لنشر الكلام ده لإيصاله؟ يعني إذا كان إحنا دارين لو كان هو نشر موجود في كتب يعني موثق وكده موجود في كتاب في مكتبة ما،
لكن الجيل بتاع الشباب ده ناس التيك توك وناس ما عارف انستجرام وكده وبتاع، ما هي افضل طريقه بتفتكر انه ممكن توصلهم الحياه دي في شكل جرعات ولا بشكل مسلسل؟ ما هي الطريقه المثلى تقديرا؟ والله شوف يعني انا بفتكر انه دكتور ياسين حتى في البدايه اشار لنقطه انه تاريخنا بتاع السودان مشوه وكتبوا الاجانب والاشياء دي، والتاريخ اللي يدرس في المدارس مختلف وما الى ذلك من اشياء. انا عندي وجهه نظر اخرى ربما. انا بفتكر انه في جهود كبيره كتبت عن تاريخ السودان وباقلام سودانيه ومفيده جدا. يعني مثلا لو مسكنا المهديه على سبيل المثال، يعني ابو سليم جمع كل وثائق المهديه وحققها وكتب كتب مفتاحيه، يعني مثل كتاب الحركه الفكريه في المهديه وكتاب الخصومه في المهديه وكتابه عن العبادي وكتابه عن حسين زهرة إضافة إلى إسهامات محمد السعيد الفتاح. في لتريتشا موجودة وكتبت بأقلام سودانية وبرؤية مختلفة عن رؤية قلم المخابرات وعن رؤية سجناء المهدية وما إلى ذلك من الأشياء، لكن في كثير من الأحيان هذه الكتب لا تصل إلى القارئ، لأنه حتى نحن في عهدنا الحديث ده للأسف اختفت المكتبات العامة. يعني أنا أتذكر لما مشيت بلدية كسل وبلدية بورسودان فيها مكتبات ضخمة، يعني مكتبات عامة وفيها أطفال. المكتبات العامة الآن أصبحت غير موجودة، وثقافة القراءة أيضا تقلصت في أوساط عامة الناس. إضافة إلى ذلك مشكلة الإنسان السوداني إنسان شفاهي، قم على الشفاهة، لا يحب أن يدون أي شيء. أيضاً الحدث التدويني ضعيف جداً، لذلك المسألة دي حيدر إبراهيم انتقد بجرأة، يعني أن الناس لازم يدونوا الأشياء وتكون مدونة. إضافة إلى ذلك الدولة أيضاً كحافظ لذاكرة التراث الأمة لا تساعد فيها، يعني حتى على المستوى الديواني. أنا قلت لك إلى الآن إذا مشيت سألت الموظف ربما لا يعرف كيف يفتح ملف جديد يكون فيه آيدل شيت، يكون فيه تصنيف للفهارس والمحتويات وما إلى ذلك من الأشياء. يعني تجد الآن الوثيقة اللي هي وثيقة مفروض تحفظ، المواطن بيشيلها بيمشي من مكتب لمكتب لمكتب لما يصدق له ويشيلها معه، يختفي الأرشيف بتاع الدولة. يعني الآن لو مشيت بريطانيا وفتحت الملفات ما بتجد على الوثائق أي شفة أو أي نقطة الكتابة الآيدل شيت من وراء بيخلق خدام مواسي. أنت هنا بتعمل بناء تراكمي للأرشيف بتاعك ومذاكرة الألوة. تجي في عهد الثورة التكنولوجية الحديثة إنه كيف نقدر نجعل المعلومة متاحة للغراء. أنا أذكر قبل يومين كتبت مقال عن دار الوثائق وذاكرة السودان، يعني في مجموعة من المهتمين وحصلوا على دعم المجلس البريطاني وجهات أخرى، بدوا ديجيتالايز المعلومات الموجودة سواء كانت وثائق أو صور أو أي نوع من الأرشيف والمعلومات المهمة. وأنا بفتكر دي خطوة مهمة وبتساعد وبتحفز الجيل الجديد لأنه يطلع على الوثائق، لأنه أنت ما بتكون مربوط بمكان محدد، يعني الوثيقة ممكن تأكسس من أي موقع أنت موجود فيه وتقدر تطلع عليها. فأنا بفتكر دي واحدة من الأشياء أنه نشجع بناء الثقافة أول مكتبات الإلكترونية لأنها ممكن توزع في مساحات أوسع. إضافة إلى ذلك إحياء المكتبات القديمة، يعني المكتبات المهمة في المدن الرئيسية أو في الأحياء عشان تعطي ثقافة القراءة. يعني عطبرة كانت من أكثر المدن القارئة ممكن في الوطن العربي لأنه في تشجيع للنوع هذا من المكتب. لكن مأثورة الكرتون تقرأ لا موقع منها. نعم. طيب بروف، هل انت ممكن تشارك مثلا في برامج البودكاست والحياة زي دي؟
لأنه بتذكر كان بروفيسور جعفر مرغني عنده سلسلة أضواء الحضارة السودانية، وكانت سلسلة أنا صراحة يعني لا في المجال الأدبي ولا كمان قريت في السودان الجامعة والدراسات العليا عشان أقدر أتابع مثلا برامج بيكون موجودة في الإذاعات ولا كده. رغم عن ذلك تابعت السلسلة دي كلها، أي حاجة قدرت أتحصل عليها مسموعة واستفدنا منها فائدة كبيرة جدا. هل أنت عندك أي حاجة زي دي محاولة مثلا على الجانب الشخصي ولا على مستوى الجمعيات الثقافية والأندية وكده؟ والله على الجانب الشخصي في شذرات هنا وهناك ومحاولات يعني بسيطة. هذا العمل هو عمل مؤسسي يحتاج إنه الناس يوظفوه من خلال عمل مؤسسي ويكون منظم يعني بصورة جيدة. يعني أنا أذكر اتكلمت مرة، تكلموا معي ناس النيل الأزرق، عملت معهم حلقات، لكن مسألة تجي بس تعمل حلقات وتمشي ما عندها معنى. المفروض يكون في برنامج متكامل ويدعو له ناس متخصصين في المجال، بعدين قل لمن يدعي في العلم معرفة لقد عرفت شيئا وقامت عنك أشياء. يعني أنا لا أدعي أن أعرف كل حاجة، لكن إذا بدأ في برنامج مؤسس بيساعد كثير وبدي معرفة متكاملة. فأنا يبدو لدي فكرة كويسة، يعني برنامجكم ده أيضا بضيف للناس أشياء كثيرة ما في هذا الجانب. وأنا أذكر أيضا دكتور محمد الداسل في جامعة الخرطوم عنده برنامج مسجل، يعني عامل فيه لقاءات جيدة مع ناس، بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله، دكتورة محاسن حاج الصافي، دكتور يحيى بتاع الري وغيرهم، يعني فيها أشياء مفيدة جدا جدا ما بتجدها في أي حتة. إضافة إلى ذلك ثقافة التسجيل مريحة لكل الأطراف إذا وجدت المحاور الجيد الذي يستطيع أن يستخرج المعلومات المهمة من الشخص المحاور ده. ممتاز ممتاز جدا جدا. دكتور ياسين تواصل؟ نعم. طيب يا بروف، يعني نحن ساعتين ويعني بجد يعني والله مستمتعين جدا جدا، لكن ما دارين نضغط عليك، يعني نواصل ولا نمشي لحلقة تانية؟ والله اللي بتروه مناسب، يعني أنا ما عندي مانع. يعني دكتور أنور، والله اختبع الحاجة لو بقت متماسكة يعني في ناي واحد الناس بتقدر شنو؟ أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، أنا بس دائما يعني الضيف لأنه ساعتين قاعدة ونادي شوية ممكن تكون مدعمة. طيب يا بروف نواصل. يعني الصورة الآن في قدامنا في الشاشة اللي هو تسلم شهادة الدكتورة من مدير جامعة بيرغن، هي طبعا دي بعدين هنا طبعا بيظهر في الصورة محمد سعيد القدال والأخ الصديق الدكتور أنور عبد الماجد رحمه الله. وأنور عبد الماجد كان من العلماء النوابق، يعني افتقدناه حقا، يعني رجل نبيل. وزوجتي الدكتورة نوار الشيخ محجوب جعفر أيضا. ويظهر في الصورة دي ده جزء من البهو بتاع مكتب جامعة ماليزيا، مكتب مدير جامعة ماليزيا. يظهر في الصورة بروفيسور إبراهيم محمد زين. بروفيسور إبراهيم محمد زين هنا أسف جامعة حوضي خليفة مش كده؟ أي نعم. هنا ربما يطرح سؤال، لماذا انتقلت إلى ماليزيا؟ حقيقة أنا في بيرغن ما كان عندي وظيفة كاملة، كان عندي كنت بار تايمر بعد ما انتهيت من الدكتورة. وكنت محتار، هل حارجع السودان، هل حاستغل في أوروبا، لأنه قضيت 10 سنوات في بيرغن، وبيرغن كانت من المدن المحببة والمدن اللطيفة بالنسبة لي، أعرفها أكثر من القرد. بعد ذلك وأيضا كان عندي طفلتين اللي هي لينا وميادة يجيدوا اللغة النرويجية بطلاق، يعني اختلطت هنا الاهتمامات واختلطت الطموحات وماذا نفعل. ففي هذه الأثناء قدم البروفيسور حسن أحمد إبراهيم إلى ماليزيا،
أستاذ داير. وقبل أن يأتي بروفيسور حسن، أنا كنت شورت ليستيد، حضرت أكثر من معاينة من جامعة العين في الإمارات، مشيت حضرت المحاضرة في لندن ومحاضرة أخرى من جامعة الشارقة وما وفقت. لكن الطريف في الأمر إنه المعاينة بتاعت جامعة العين كانت لطيفة. ليش؟ لأنه رئيس اللجنة كان أستاذ مصري واشتغل في جامعة الجزيرة اسمه محمد يوسف، فقام سألني سؤال يستبطن أشياء، وكان سؤال ذكي وعلي بيستبطن أشياء. سؤال مثل قصة حنان بلبل ممكن يخرجك من المعاينة. فقام قال لي أنت كاتب عدد من الأبحاث عن المهدية، ما رأيك في فكرة المهدي المنتظر؟ وطبعا هذه أشياء تابو بالنسبة لناس الأمارات، يعني أنت إذا عندك توجه شيعي خلاص أنت احترق. أيوة نعم. وقلت لي يا أخي أنت بتسألني عن رأيي الشخصي ولا عن ما كتبت؟ أنا رأيي الشخصي لا أؤمن بفكرة المهدي المنتظر، لكن السياق الذي كتبت فيه المقالات هذا السياق تاريخي يختلف من هذا الجانب، وكان إجابتي عظيم هم ما كان يتوقع ذلك. قام قال لي أنت ليش بتقول تركو إيجيبشي؟ ما نحن كنا مستعمرين أيضا، أنت ليش ما تقول الحكم التركي في السودان؟ ليش تقول الحكم التركي المصري في السودان؟ لو لا أنا ما قلت طبعا يا الحكاية دي موجودة في المراجع، ومن أوائل الناس اللي ذكروا الحكاية دي هو البروفيسور بيان بوست، لكن أنا بجد في رأيي وجاهة، لأنه دور المصريين في السودان كان دور تابع للأتراك الجو للسودان في ذلك، وهو أشبه. قلت لي أنت إذا ترفض مسألة التركو إيجيبشيان مفروض تفض الأنجلو إيجيبشي كوندومينيوم، فأنت جيت بنفس الدور في التركية ونحن في السودان، وكنا سميناها التركية السابقة والتركية الحالية، فما يشتغل في إشكالية هذه التسمية. قام قال لي رأيك إيش المشكلة؟ قلت له رأيي شخصي حلايب سوداني. وسقط في يده ورأي المستند للوثائق حلايب سودانية. لماذا؟ نمبر واحد إنه حلايب في عهد المهدية كانت تابعة لعمالة العواتيب، والعامل الشغال فيها كان الحسن العباسي. دي من ناحية إدارية. من ناحية تركيبة ديموغرافية يسكنوها قبائل البشاريين، مناظر البشاريين موجود في السودان. من ناحية إدارية الخط لما وضعوا خط تعريف السودان جاء خط 22 شمال خط الاستواء جنوب يقع السودان، في 1903 خرج المثلث وأصبحت حلايب تابعة إدارية للسودان. في سنة انتخابات 53 حلايب كانت دائرة انتخابية، في انتخابات 58 حلايب كانت دائرة انتخابية. إذن بناء على هذه المعطيات أنا أرى أن حلايب سودان انتهت المعاينة بهذه الكيفية، ودائما اتفاق تم اختيارك بصفة احتياطية، واحتياطية معناه في شخص قدامك والشخص اللي قدامي الوظيفة. بعد ذلك جامعة الشارقة ما كان جاري رد منهم، فجبر في سر حسن فطرح علي أن أمشي الجامعة الإسلامية. أنا كان عندي هوا شرقي في ذلك الوقت بعد انتهيت من محطوطة أكمل سرطة، وقدمت طلب وتم قبولي في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، ومشيت في شهر 8 سنة 99.
معلش يا بروف، كيف قدمت طلب دي؟ عشان برضو يعني الشباب الصغار يعرفوا كيف ممكن الواحد يوجد الفرص. الوظائف كان معلنة بعد ذاك، هم عندهم كان أورنيك أنت بتعبي ماني، وللوقت ذاك ما كان في مسألة الأونلاين، فجاني النموذج التقديم أو استمارة التقديم عبيته وأرسلتها، وبعد ذاك تواصلوا معي وتم قبولي في وظيفة أستاذ مساعد، وانتقلت من النرويج إلى 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 ماليزيا. والوقت ذاك كان في إلى حد ما نوع من إيش المستقبل حيكون، لأنه في ذلك الوقت كان راتبي في ماليزيا أقل من 1000 دولار عند طفلتين وما إلى ذلك من أشياء، فتوكلت على الله ومشيت. وأيضا من الجانب الآخر شجعني أمشي ماليزيا هي قصة المخطوطة بتاعت أحمد سوركوتي. وربما يسأل الشباب من هو سوركوتي؟ سوركوتي شخص ولد في أربو في المديرية الشمالية سنة 1865 على ما أذكر. واسم سوركيتي في لغة الضناجلة هو اسم مطلق على جد. سور بتعني كتاب، وكتي بتعني كتي بتعني كثير. وجد لما قرأت الأزهر ده راجع جل الكتب كثيرة وسموه سوركوتي كثير الكتب، عنده كتب كثير، وأصبح اسم يطلق على الأسرة. والآن من بعد من سوركوتي. بالنسبة لأحمد سوركوتي في أواخر عهد المهدي استطاع أنه يعبر ويمشي للحجاز، درس 14 سنة في مكة والمدينة وحصل على الدرجة العلمية، وفتح كتاب اسمه كتاب السناري في مكة. بعد ذاك انضم لمدرسة علي أحمد زين المدرسة الفلاح. هنا في أندونيسيا حصلت حركة متأثرة بمحمد عبده ومحمد رشيد رضا في أوساط السادة العالميين المطاري، وكانوا عايزين مدرسة النمط الجديد وتكون تجمع بين بين التقليد والحداثة، لأن محمد عبده سائرين نعبر من التقليد لازم يكون في جانب حداثة في تطوير التعليم الإسلامي، كان يرى أن التعليم هو نقطة انطلاق. فأحمد سوركوتي اقترحوا بعض أهل العمودي اقترحوا أنه يكون أستاذ، يجيبوا أستاذ، وفعلا جاء أستاذ في مدارس الإرشاد في أندونيسيا، وسماها بمدارس الإرشاد متأثر بالشيخ محمد رشيد رضا، لأن محمد رشيد رضا مؤسس مجلة المنار أنشأ في مصر حاجة سماها مدارس الإرشاد عام 1914. سوركوتي مشي أندونيسيا 1911، بعد ذلك فتح المدرسة تحت العلويين، ثم أنشأ جمعية الإرشاد لأنه دخل في خلاف مع العلويين. العلويين هم الناس متصوفة ونزعت النزعة يعني متعاطفة مع البيت إلى حد ما، وفصلوا سوركوتي. بعد ذلك سوركوتي أنشأ مدارس الإرشاد، ومدارس الإرشاد انتشرت في أجزاء كثيرة من أندونيسيا، وجدت قبول عند الحضارمة غير العلويين. بعد ذلك جاب أساتذة السودانيين، جاب محمد نور الأنصاري، وجاب عبد الحميد، وجاب والد بروفيسور أحمد العاقب، العاقب في كتاب من المؤسسين لمدرسة المؤتمر في مدرمان، فيشتغل معه في الفترة دي، وأصبح سوركوتي من الأسماء اللامعة في أندونيسيا. والآن جمعية الإرشاد من الجمعيات الكبرى في أندونيسيا، سحبوا منها كلمة عربية، أصبحت جمعية الإرشاد الإسلامية، عندها مدارس ومستشفيات وكليات وما إلى ذلك من الأشياء. لذلك إسهام الشيخ سوركوتي يعتبر إسهام مهم في هذا الجانب. هذا فيما يختص بالجزء الخاص بالنقل إلى ماليزيا. الجامعة الإسلامية العالمية فيها أكثر من 100 جنسية من كل أنحاء العالم، ودي أعطتنا مساحة إضافة لذلك، خلقت نوع من التحدي، لأنه دروب النجاح أو دروب الحياة ما كلها يعني إنجاز، أيضا فيها تحديات وفيها فشل.
من التحديات. يعني كان الواحد يدرس في بيئة مختلفة، يدرس أيضا باللغة الإنجليزية، إضافة لذلك تدرس مواد ما درستها أنت ممكن. يا بروف يا أخي معلش، بس في حتة كده دي لازم زي ما يقولوا نجيب فيها. قلت إنه الراتب بتاعك كان عشان وأنت في الجامعة الإسلامية في ماليزيا أقل من $1,000، وأنت جاي من بيرجن لماليزيا، ومن ضمن الأسباب اللي ذكرتها هنا كده عشان تمشي هناك وتحدي جديد وكده تنوع خبرتك وبتاع المخطوطة بتاع السوكت دي. فده شغف الباحث، يعني إنك أنت ده والله جزء من اتخاذ قرارك كان يا هالمخطوطة دي والتأثير وإنك تتعقب أثرها. والله شوف، أنا كان ممكن أقعد في النرويج وأبحث عن إقامة في النرويج بأي شكل كان، وبعدها ممكن ألقى وظيفة في النرويج. لكن أنا في النرويج صحيح كان بدوني راتب، وبعد ذاك طبعا في السوشيال سيكوريتي والأشياء زي دي والتعليم مجاني ما كان في مشكلة في هذا الجانب. لكن أنا في بداية حياتي كنت عايز وظيفة غير، يعني تكون نقطة انطلاق. فحتى في ناس شاورتهم قلت لهم الراتب بهذه الكيفية، فكانوا بيقولوا أحسن تبحث الخليج من الخليج. لكن أنا بفتكر تجربتي في ماليزيا أفضل كان من أمشي الخليج أو أمشي أي دولة تدفع لي أجرها، لأنه وجدت فرصة للتفرغ من جانب البحث، إضافة إلى ذلك وسيغة سوركوتي فتحت لي آفاق جديدة. يعني كتبت كتاب سوركوتي، كتبت كتاب آخر عن الحضارمة في شرق آسيا، تقريبا موجود أول الحضارمة في جنوب شرق آسيا، وده بفتكره من الكتب المهمة. يعني هو كتاب محقق ماليزي، وأنجزت عدد من الكتب. وأفتكر أني في فترة قليلة قدرت أحصل على درجة رتبة الأستاذية، يعني عام 2006 أنا كنت وصلت درجة الأستاذية على ضوء حسن نشر. فالجانب الأدائي المرتبط بالعمل الأكاديمي عوض كثير من الجانب المادي الضعيف في ذلك، إضافة إلى ذلك فتح لي آفاق جديدة. لذلك أنا بفتكر المشاريع الكبرى يجب أن لا تنقلق في الجانب المادي. يعني أصحاب المشاريع الكبرى دائما ما بينظروا للجانب المادي، بينظروا للعنصر البشري المنفذ والمخرجات المتوقعة من المشروع. لكن إذا قلت والله أنا ما عندي دعم مادي ما بقدر أعمل كده، خلاص أنت خلقت أطر وحددت الفضاء اللي أنت بتتحرك فيه. من هذا الجانب أنا بفتكر يعني وفقت إلى حد كبير. ده درس مهم جدا يا بروف، وعبرة يعني نعتبرها منك ومنكم نتعلم ونستفيد. إنه الشباب بس طبعا مستعجلين، يعني مثلا هنا في الدوحة في قطر الشباب كلهم يتخرجوا بدرجة الماجستير، واحد مستعجل داير وظيفة دريت إنه بيقوم بخش الشرطة ولا الجيش ولا كده، يعني خلي تماما هنا بتاع المسار المهني والوظيفي ومستقبله على أساس إنه بس داير الإيميديت جين، داير الربح الأسي طوال. فتجربتك في اتخاذك القرار ده من النرويج لماليزيا، وكيف إنها يعني زي ما يقولوا النقاط تلاقت قدام هناك ما أسي هنا ده. ما أسي إحنا بنلاقي بروفيسور أحمد إبراهيم أبو شوق القمة شايفينه كده، لكن القمة دي وصلنا لها كيف دي أخو؟ أعتقد ده البرنامج بتاع ورسع دوب النجاح بقيادة صديقنا دكتور ياسين هو اللي بيوري النقاط دي بتمشي كيف. صراحة دي درس مهم جدا جدا. نعم بيعرفوه يعني. نعم، ودي التحديات اللي بدأ بيها البروف، يعني التحديات اللي ذكرها العقاد وبدأ بيها البروف أبو شوك الورس اليوم. أي نعم نعم. فأنا بفتكر ده جانب إيجابي. صحيح الإنسان لا يكشف له الحجب، لكن أحياناً أنت لما تحقق أشياء بالكيفية هذه بتكون يعني سعيد بذلك. فأنا الخرطة الأولى اللي وضحتها أذكر أنه يعني أنا لما كنت في جنتي ما كنت متوقع ذاتي أعيش في الخرطوم. فالآن زي ما قال نيلسون مانديلا ابن الفلاح، ممكن يكون حاجة إذا اجتهد. يعني أنا يعني زرت عدد من الدول والأشياء هذه بفتكرها أضافت لي أشياء كثيرة، ومن ضمنها فترة ماليزيا. يعني في ماليزيا أنا قضيت حوالي 13 سنة،
يعني كان كإنجاز، وتعلمت أشياء من الأشياء المهمة اللي تعلمتها في ماليزيا ومن معايشة المجتمع الماليزي، إني تتعلم كيف تسمع. إحنا في السودان أحياناً ما بنسمع، يعني ما نكون مكونين الرأي وحريصين نقوله لكن ما بنستمع للآخر بيقول في شيء. وأنا يقول سمع الآخر بديك مساحة إنك ترد بصورة موضوعية وتضيف معرفة معكم. كان عندنا زميلنا بروفيسور عبد الوهاب المنتن يقول أنت لا تحتاج أن تقول للشخص I disagree with you. It is better to say you have your opinion but I have another opinion. ما هي كلها حقيقة. ما في شخص يمتلك القول الفصل، لكن إذا آنسنا بين الآراء المختلفة ممكن نعرف نبني معرفة مفيدة. ودينا بيفتكروا الشيء المهم. الشيء الثاني، الماليزيين يتحدثوا بصوت منخفض، وده شيء مهم. يعني أنت ما في داعي للطرف الآخر باسمك، ما تحتاج أنت تصيح بصوت عالي أو تستعجل الكلام قبل أن تسمع. أنا بفتكر دي جوانب إيجابية جدا تعلمناها الماليزي. إضافة إلى ذلك، الواحد يلاحظ أشياء كثيرة في جانب القيادة، في جانب الترتيب، في جانب التنظيم. والماليزيين ما بيعملوا حاجة إلا يتأكدوا إنها مرت بتجارب جيدة. يعني على سبيل المثال حفل التخرج، إحنا أحيانا نجي لحفل التخرج من ضمن الأشياء اللي أنا بذكرها. يعني في فترة حمدوك دكتور حمدوك لما كان عنده لقاء مع يوهانسون السفير أو وزير الخارجية الألماني، الميكروفون والأجهزة تعطل أثناء المؤتمر الصحفي. فنحن ما بنعمل ريهيرس. هم بالرغم من ثقتهم في أدواتهم الإلكترونية والوسائط الممكن ينقلوا بالخطاب بتاعهم، بيعملوا ريهيرسل قبل يوم يتأكد إن كل الأشياء دي in order، وإذا حصل كده بلان بي شنو وبلان سي شنو. ودي بتعكس طبيعة فكرهم الاستراتيجي، لأن الفكرة الاستراتيجي دائماً بيقوم على إنه وإيش عناصر قوتك وعناصر ضعفك والمهددات والفرص المتاحة للناس. إذا ما فكرنا بالكيفية هذه ما بنستطيع ننجز أعمالنا بطريقة مرتب عن قصمه. فدي من الأشياء اللي تعلمناها في ماليزيا ومن المجتمع الماليزي إلى حد كبير. وبعد ذلك الإنسان بدأ يفكر إنه يعود إلى الشرق الأوسط، وكانت فرصة جامعة قطر. وفي كثير من الأحيان الإنسان ما يعرف الأشياء. يعني أنا أذكر في عام 2010 تم ترشيحي من World History Association الأمريكية إنه أقدم محاضرات في قطر وفي الكويت وفي إيران إذا أمكن وفي الأمارات عن تاريخ العالم وأهمية تاريخ العالم ودراسة تاريخ العالم وربط المحلي بالإقليمي والإقليمي بالعالمي وما إلى ذلك. الشهود طبعاً تروحة تتموها الأمريكان لدراسة التاريخ من الثمانينات، وفي حولها يعني اختلاف وجهات نظر يعني. لكن على كل من الدول اللي استجابت كان قطر، جيت للدوحة. ولما جيت للدوحة قدمت محاضرة، وبعد المحاضرة زرت مكتب العميدة أو أظن مساعدة العميد، فسألتني سؤال قالت لي إيش رأيك تلتحق بجامعة؟ كان ردي قلت له والله هذا سؤال مباقت، لأن أنا ما كنت متخيل إنه أسأل هذا السؤال. لكن أنا عندي سنة من العقد بتاعي مع الجامعة، الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وإذا كان عندكم رغبة في خدماتي من هذه السنة دي أنا لا مانع.
وانتهت المقابلة بهذه الكيفية. فشاءت الأقدار أن دعيت لأشارك في تأبين أستاذنا عثمان سيد أحمد إسماعيل البنا في 2012 تقريبا. فجيت للتأبين ومر علي رئيس القسم وسلم علي وطلب سيدي تحت انتهت المعادلة المعاينة على المقابلة على كده. ففي نفس اليوم معلش يا بروف بس عشان السياق البروف المتوفى عليه رحمة الله كان في جامعة قطر وكان في جامعة قطر وبعد ذاك انتقل لجامعة حمد بن خليفة لأنه كان مسؤول مدير مركز دراسات التراث والحضارة عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي. والبيلي أستاذ معروف كان في قسم التاريخ جامعة الخرطوم ثم أصبح وزير للتربية والتعليم في عهد نيميلي آخر وزير للتربية والتعليم في عهد نيميلي ثم بعد ذلك انتقل لقطر عمل في جامعة قطر وانتقل لمركز دراسات إسهامات المسلمين في الحضارة وانتقل لمركز الآن توفيق. فأنا جيت لحفل التعبين وحفل التعبين هنا في صورة منه أنا يبدو لي موجودة هنا فيها تقريبا كان من الناس الحضروا عبد الرحمن سوار الدهر وعز الدين بروفيسور عز الدين عمر موسى. فبعد فترة جاني بعد لحظة جاني تلفون من مكتب العميد بيقول لي العميد ممكن يقول لي ممكن تمر علينا في الجامعة. مريت في الجامعة وجدت لجنة معاينات منعقدة. فما كنت مجهز لكن دخلت المعاينة على كل. وبعد انتهت من المعاينة قالوا لي عندك أي سؤال؟ قلت لهم والله شوف أنا لما جيت للدعوة بتاعت التعبين هذه تركت العقد بجامعة ماليزيا على طرف. هذه حقيقة والله. فإذا وقعت أنا بكون ملتزم أدبيا، فإذا أنتم بتشعروا أنكم عندكم رغبة في خدماتي فممكن تردوا لي على خلال أسبوع لكم مريح. فعلا ردوا في خلال أربع أيام. هذا السبب اللي كان خلاني أجي لجامعة نطر في عام 2012. أي نعم. فماليزيا يعني كانت فترة مفيدة من ناحية أكاديمية من ناحية إدارية تدربت على أشياء كثيرة. إضافة إلى ذلك التقيت بأناس من مناطق مختلفة يعني التاجر الوظيفة لو شفت إلى جانب الماليزيين بتجد مثلا وحاب الدين هذا من أفغانستان وعبد الكبير من نيجيريا والنعمان من المغرب. فحقيقة كانت جامعة فيها وتميم أسامة من بنغلاديش كان فيها نوع من التنوع بالنسبة للكادر الوظيفي الموجود. إضافة لذلك المليزيين تعاملوا رائع. تنوع كبير يعني اتعكس طبعا بعد ذاك زي ما بيقولوا في بيجا امبيدد في التجربة بتاعتك وانت ماشي للأمام. طيب في سؤال كان طرحه حبيبنا شازلي شازل عبد الله هو اقتصادي وضمن أعضاء المنتدى الاقتصادي الباحثين السودانيين النشيطين جدا. هو بيسأل بيقول يعني المسيرة بتاعتك يا بروف من خريج جامعي لضابط إداري لمؤلف وأستاذ باحث وأكاديمي كيف يمكن للجيل الحالي الوصول إلى روما الخاصة به عبر محطات مختلفة وليس بالضرورة بالطرق التقليدية يعني الزول يبقى معيد بعدين محاضر ثم أستاذ جامعي. وشازل هو طبعا مسؤول حوكمة من نادي النصر السعودي يعني في الجانب الاقتصادي برضو والاستراتيجية. فكيف الكلام ده ممكن يبقى يا برو؟ والله أنا في نقطة أحب أن أوضحها للأخ شازل وعلى سؤال المهم. أولا الجيل الموجود حاليا عندهم وعي أفضل مننا. يعني نحن لما دخلنا الجامعة الواحد ما عارف ماشي وين يعني. فجد تنقل إنه يعني تكون ضابط إداري وتنتقل للوثائق ثم بعد ذلك تعيد الكرة للأكاديمية وما إلى ذلك من الأشياء. في ناس كثير أفضل يعني أنت لما تجي
في أسرة الشخص عنده معرفة بهذه الأشياء يعني بوجهك التوجيه الصالح، وده متاح بالنسبة لهم سواء على الوسائط الموجودة أو عن طريق الإرشاد من أقرب الناس. نحن ناس جينا من غرة عن دار ساكت جينا للخرطوم يعني مرينا بهذه البروسيس، لذلك أنا أفتكره هي درب حياة يعني أكثر من مسيرة نجاح مرسومة، لأنه ما كان في خطة ولا في خارطة الطريق، لكنه الأقدار جاءت بهذه الكيفية. فإضافة إلى ذلك أنا بفتكر try to be the best wherever you are، يعني أنت في أي موقع حاول تكون أنت الأفضل بغض النظر عن شنو أنت عايزه. إضافة إلى ذلك يجب أن لا نسجن أنفسنا في الخيارات الأحادية. يعني أنا مرة قبل يومين جاءت طالبة بتقول لي بس أنا عايز أخش اجتماع، وهي 4 مرات رسبت في علم الاجتماع، يعني ما اللي قبلنا ما أجازت لأنه ما بيبتكر قدراتها أقل من التخصص. يقول لها يا بنتي ما تضع خيار، ما تضع خيار A وخيار B وخيار C، بالأخص في بداية حياتك يجب أن يكون عندك أكثر من خيار، والخيارات يجب أن تكون متسقة مع قدراتك. يعني لا تكون إنسان طموح بدون قدرات، يعني لا تكون أنا والله عايز أبقى فرية وما عندك الأدوات. الأدوات التي تحقق الغاية التي تتصل لها مهمة، إضافة إلى الاجتهاد الشخصي والإصرار والديترمينيشن. يعني إذا عندك أنت يعني هدف معين عايز تحققه يتحقق، صحيح مرات الظروف اللي حولك تكون ما مساعدة، لكن أنت يجب أن تخلق الظروف. طيب أبرو، في الفترة دي في ماليزيا يعني مع بين النرويج وماليزيا وكده، هل كان عندك أي نوع من النشاط السياسي مثلا أو ارتباط بنوعة ما في هيئة استشارية لحزب سياسي زي كده؟ لأنه المؤرخ والزول الهيستوريان ده بيكون الانبوت بتاعه مهم جدا، فياريت بس لو وريتنا هل الأحزاب السياسية في السودان دي بتستفيد أصلا من الـ من الـ think tank لناس بإمكانياتكم ومعارفكم وكده؟ والله ده سؤال مهم. أنا شخصيا من الجامعة وصلت لقناعة إني لا أصلح أكون في حزب سياسي، لأنه بفتكر إنه في مجال التخصص المرتبط بالعلوم الاجتماعية ذات الصلة بالإنسان والواقع المجتمعي، أنت كل ما ابتعدت عن التنميط بتعطي مساحة أفضل للغراءة الموضوعية للواقع. فعشان تكسب مصداقية في أوساط القراء وأيضا تعطي نفسك مصداقية، يستحسن إنك تبتعد عن التنظيم السياسي، لأنه السياسيون كثر. يعني ممكن أي شخص يكون سياسي يمشي في العمل السياسي ويكون ناجح، لكن أنت كونك تكون في مجالك التخصص بالأخص العلوم الإنسانية وناجح في المجال المتخصص فيه، فالسياسة مرات بتخلق له إشكالات كثيرة جدا، فأنا لا أعني بذلك إنه في بعض المنظمين السياسيين، في كثير في بعض المنظمين السياسيين ناجحين في مجالات تخصصاتهم، لكن أنا بطبيعة تكويني وبطبيعة تعاملي مع الأشياء أفتكر إني لا، لو انتسبت سياسيا إلى جهة عطاء المعرفة بيكون. هل بتنصح بها ولا بتنصح بها يا برو؟ والله شوف فيها، انت ما بتنصح الناس تقول لهم اعملوا بتجربتي، لكن بتديهم مؤشرات. يعني انه السؤال ده نفسه طرحته لبروفيسور يوسف، انا حديثا كتبت كتاب عن بروفيسور يوسف رسالة الكذب وجزالة العطب. فالكذب انت ممكن تحققه حتى لو عندك انتماء سياسي، لكن جزالة العطاء في بلداننا بتكون صعبة. يعني شوف بروفيسور يوسف فضل حسن، أنا بتكلم عن بروفيسور يوسف فضل حسن، بروفيسور يوسف بكل المقاييس بيعتبر أطول
أكاديمي عمرا في السودان. دخل جامعة الخرطوم 1952 وإلى الآن في جامعة الخرطوم. واستمرت على عدد من الأنظمة السياسية. صحيح بعض الباحثين وبعض السياسيين بيعيب عليه إنه، لكن الإنجازات الحقيقة لو كان أخذ موقف سياسي ما كان يستطيع يحققها. ومن الشواهد على ذلك إنه ما حد الدراسات الأفريقية من أسئلة. يعني أنشأوا من وحدة شعبة أبحاث السودان 1965 أنشأ ساندرسون هو بعد سنة 66 وحول في سنة 72 لمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، وفي سنة 83 أنشأ قاعة الشارقة التي تعتبر من أهم القاعات قاعات المؤتمرات الموجودة في خرطوم اليوم. فهو حريص على ذلك. فأنا لا أنصح أن الناس يقلدوا تجربتي لأنه لكل إنسان بصمته في الحياة، لكن بفتكر أنه الطريق الذي يجمع بين السياسة والأكاديمية فيه نوع من الوعورة والتوفيق له يكون أصعب. شكرا جزيلا على الإجابة الذكية يا بروف. طيب المرحلة بتاعت جامعة قطر. جامعة قطر، جامعة قطر بيئة مختلفة من اندونيسيا، من ماليزيا، وماليزيا مختلفة ايضا من اوروبا. يعني فجامعة قطر من الجامعات التي استطاعت ان تحقق كسبا اكاديميا مقدرا في الاقليم. فهي النشأة الاولى او نواة جامعة قطر أسست في عام 1973 من كليتين للتربية، واحدة بنين واحدة بنات. في سنة 77 أصدر خليفة قانون جامعة قطر، ومنذ ذلك الوقت أصبحت جامعة قطر موجودة وتتطور على حيز الوجود. يعني بدأت بكليات أدبية، ثم بعد ذلك انشأت الكليات الهندسية والاقتصاد والقانون، وأخيرا المجمع الصحي في كلية الطب وطب الأسنان والصحة العامة، وفي الآن حوالي تقريبا 11 كلية إضافة للمراكز البحثية. ترتيبة عالميا هي في 200 الجامعة الأولى عالميا، وهذا بشكل تسويق مقدم بالنسبة لها. لكن أيضا في سياق الجامعات بتتأثر بسياق المجتمع الموجود. يعني جامعة قطر هي جامعة، يعني جامعتين في جامعة واحدة، بمعنى أنه تعليم البنات منفصل عن تعليم البنين من ناحية الإلغاء والأعداء. وهي تجربة جديدة وتجربة مفيدة جدا، وأيضا بتعطي الباحثين والأكاديميين مساحة للتعليم مضافة إلى العمل الإداري في الجامعة. نعم، لما جيت يا بروف جامعة قطر لقيت في أكاديميين وباحثين سودانيين قدامهم، مش كده؟ أي نعم. بتذكر في قسم الرياضيات كان في بروفيسور محمد اللمين التوم، مش كده؟ شوف، نحن لما جينا ما وجدنا محمد اللمين التوم. محمد اللمين التوم اظن جاء في بدايه او نهايه في الالفينات، ما اتذكر متى. وايضا كان في قسم الكيمياء بروفيسور يوسف سلفاب ايضا ما حضرناه. في قسم التاريخ ايضا كان في كان في بروفيسور العريف، لكن احنا وجدتهم انا لما جيت لجامعه قطر. وجدت بروفيسور الصادق مهدي في مجال الهندسه الميكانيكيه الدولي، وبروفيسور سعود عبد الغني يعني هو المهندس النفذ عمليه التكييف في الاستادات في جامعة في أسنان مونديال، وبعض الدكتورات في دكتورة فدوى الجاك، إضافة لبعض الأساتذة والدكاترة في كليات أخرى مختلفة. يعني
طيب يا بروف، هل كان يعني في الهيكل الإداري مثلا وطبيعة الأبحاث وكذا في القسم حاجة معدة، ولا قمتوا انتوا بتساهموا فينا في انها تتطور وتبقى حاجة؟ والله شوف، هي الأبحاث في مجال العلوم الإنسانية بصورة عامة والاجتماعية بترتكز في المقام الأول على الجهد الفردي. يعني الإنسان لما يقدم جهد فردي بيقدر يحقق أشياء كثيرة. في مجال البحث العلمي أنا بفتكر يعني قدرت أنجز بعض الأشياء كنت مخطط إنها تنجز. اهتميت بقضايا مختلفة، يعني مثلا في سلسلة اسمها سلسلة السودان السلطة والتراث، هذه سلسلة بتقوم على ثنائية الآن وصلت 7 أجزاء. يعني الجزء الأول عادة بناقش فيه قضايا مرتبطة بالسياسة بصورة عامة، والجزء الثاني بناقش فيه قضايا مرتبطة بالتراث. فأفكر هذه السلسلة وجدت استحسان كثير من القراء لأنه بتقرأها كيفما اتفق، يعني لا تحتاج أنك تقرأ الفصل الأول وتبني عليه الفصل، ممكن تقرأ من أي موطن تقرأ المقال وتكتفي. وفيها قضايا يعني ناقشتها وجدت قبول وقراءة واسعة. مثلا في الجزء الأول تحدثت عن مقالات جعفر محمد علي بخيت، هي 7 مقالات بعنوان السلطة وتنازع الولاء في السودان، كتب جعفر قبل حكومة مايو أو انقلاب مايو. آخر مقال فيها نشر في أبريل، المقال جعفر اللي هو رائد الحكم المحلي مش كده؟ جعفر محمد علي بخيت. وجعفر رجل مفكر ورجل عنده قدرات هائلة، لكن دائما نحن لما الشخص يكون عنده التزام سياسي وديش كالية التنظيم اللي انت ذكرتها يا دكتور أنور، بننظر من جانب واحد ونشوف الجزء الفارق من الكون. يعني إذا ذكرت لأي شخص قلت لي جحفر كان عنده إسهامات جيدة في مجال البحث العلمي ومجال الحكم المحلي، يختصر الموضوع ويختزل إنه جحفر كان في حكومة نميري، كان وزير الحكم المحلي صحيح، وهو اللي يقف وراء حل الإدارة الأهلية وما إلى ذلك من الأشياء. لكن التقييم الموضوع يجب أن يكون خلاف ذلك. يعني كثير من الناس يتكلموا عن ابن خلدون ويمدحوا ابن خلدون، لكن إذا جيت تقيم ابن خلدون من ناحية الجانب السياسي ممكن يكون عندك كثير من التحفظات في الأداء السياسي. ومقالة جحفر هذه أنا بفتكرها من المقالات المهمة نشرت في الجزء الأول. إضافة إلى ذلك الجزء الأول فيه مقال عن أستاذ الطيب محمد الطيب في الجزء الخاص بالتراث. هذا قبل ما نمشي لصاحب الصورة الشعبية، دي أسي نقطة مهمة جدا اللي هو الحياد بتاع الأكاديمي، إنك أنت بتدي تقييم لمقالات جعفر بخيت وهو يعني في التاريخ إنه هو الأسهم في إيقاف الإدارة الأهلية وإنت ابن إدارة أهلية. والله يشوف هو دكتور جعفر عنده قدرات هائلة، يعني دكتور جعفر ما رجل ساهل، وأنا من ضمن الأشياء اللي عجبتني فيه كان بيشبه العلاقة بين بسم القوة الغطائية الأحزاب السياسية المتعلمون الطوائف التجار بيسميها القوة الغطائية، وبنظر لعلاقات بالسلطة المركزية في إطار المنظومة الشمسية نظام السولار سيستم. برى إنه الشمس في فترة الإنجليز الحكومة المركزية كانت مؤثرة وخلقت مدارات لكل واحد من هذه المجموعات، الطائفية عندها مدار بتتحرك فيه، القوى القبلية عندها مدار بتتحرك فيه، القوى المتعلمين عندهم مدار بتتدار عندهم لكن كل هذه المدارات هي عبارة عن انعكاس لشعاع المركز اللي هو السلطة المركزية. برى النقطة الأشارة جبال دكتور ياسين إنه بعد الاستغلال
المدارات دي جات في المركز واربكت خطوط المدارات واربكت عمل المركز كويس. وبدي تحليل بصوره جميله جدا من هذه الزاويه، يتكلم ايضا عن اكتوبر، عن انقلاب عبود، ما الى ذلك من الاشياء. فده في الجزء الاول، والصور الشعبيه جات في الجزء الثاني اللي هو الخاص بالتراث، يعني استاذنا الطيب محمد الطيب. والطيب انا بفتكر رجل موسوعي، عندما تقف عند المسيد، عندما تقف عند بيت البكا، عندما تقف عند الهدايه، عندما تقف عند الشيخ فرح والدكتور حلال المشبوك. والطيب كان فلتمي فلتمي، يعني الطيب ما عنده تعليم، يعني عبد الله علي ابراهيم بيقول الطيب جانا قاطع حبله من الدامر صفر اليدين من الشهاده. كان فخلق له يوسف وظيفة أكاديمية لا تخطر ببال بروغراطية، سماه باحث شنو كده ما عارف بمرشد مقطوع. وظفوا وأنجز أشياء كثيرة الطيب، والطيب كان مبدع يعني. إضافة للطيب الثاني عن السلطة والتراث، كتب مقال عن عمر الحسين محمد خير. عمر الحسين محمد خير هو الذي حقق ديوان حد ما، لكن عمر في بداية حياته كان عنده ميول يسارية، لذلك امتدح حكومة مايو. فمن قصائده عن حكومة مايو بيقول له: أيا مايو أيا طفلا سماويا على الأيدي حملناه، ويا ركبا بطوليا تدق الصخر كفاه، تقدم إن في التاريخ حرفا من تدق. فقال بعد ما شعر انه ما يحاول يسحب من المنهج التعليمي، واحد قال لهم تحت في السجن. بعدين القصيده الاخرى بتاعته اللي بغنيها سيد خليفه شدولك ركيب فوق مهرك الجمح وتمساح الرجال الفارس الجحجاح، المال ما بهمك كتير وين راح. هذا عمر. عمر كان انسان دقيق وانسان مبدع في التراث. انا وثقت له في الجزء الثاني ايضا في مقال عن أستاذنا محمد سعيد الفداد، وفيه إجابة عن السؤال: هل زار السيد عبد الرحمن إسرائيل؟ السؤال الحائر 54 مش كده؟ أي نعم. فأنا بفتكر سلسلة السلطة والتراث مفيدة للقاري ووجدت قبول. إضافة لذلك كتبت حاجة عن الانتخابات مع دكتور الفاتح عبد السلام، الانتخابات البرلمانية، وأنا بكتبه من الكتب المهمة من 53 لحد 86، بغطي الفترة من 53 لحد 86، واعتمدنا على كم هائل من الوثائق في إنجاز هذا الكتب. فهو من الكتب، أنا بكتبه الكتب المهمة. وكتبت أيضا كتاب عن انتخابات 2010، لكن كثير من الناس ما بحببهم للكتاب، لأنه هذه الانتخابات جرت في فترة البشير وهي المحدة في انفصال جنوب السودان. لكن أنا بفتكر دي نظرة غير موضوعية، لأنه الكتاب فيه فصل مهم جدا عن عن التعداد السكاني بتاع 2009. ده مفيد لأنه بيوريك إنه في التعداد السكاني بتاع 2009 حوالي أكثر من 62% من سكان السودان شباب، وده انعكس أخيرا على ثورة ديسمبر والناس اللي وقفوا فيها يقفون إلى الآن. إضافة إلى ذلك يساعد في ناحية التخطيط، كيف نستثمر جهود هؤلاء الشباب إلى نحولها إلى قوة إيجابية لتطوير المجتمع السوداني. ففي أشياء مهمة من هذا الجانب. وأيضا كتاب ثورة ديسمبر من الكتب برضو وجد قراءة واسعة، ومن الكتب اللي احتفوا بها الناس مذكرة يوسف من تاريخ حاجة رائعة جدا، والتركية والحكم الثنائي، وهي يبدو لي دي الطبعة الثالثة فيها، الطبعة الثالثة لمذكرات الجنبهاني، الطبعة الأولى بهذا الشكل، الطبعة الثالثة مختلفة. الكتب دي بتتلاقي وين يا بروف؟ ما
والله دي معظمنا 20 ناس مركز عبد الكريم مير غني. 21 ناس هذا الدوحه هنا في الدوحه ومركز دراسات الجزيره. لكن من انقف الاشياء مره في المكتبه انا في مكتبه مره بوك شوب فجاء واحد تاني يعرفني يعرف اسكندر بي يعني فبيقول لي يا اخي ده الشخص الحق في يوسف ميخائيل. قلت له يا اخي ما عندي اي تعريف لي انا حققت مذكرات والناس تختلف مرات يقدموا بالطريقه اللي هي بتريفها. جنوب شرق اسيا أنجزت عدد من الكتب بإضافة لسوركوتي كتاب الحضاري، أنجزت مذكرات محمد رشيد رضا، الآثار الكاملة لمحمد رشيد رضا من مجلة المرار في 2 فوليوم، وأيضا الملك عبد العزيز في مجلة المنار، وجامعة قطر خلتني أكتب كتاب بالكمال وعلاقة بالسودان مباشرة، لكن أنا بيشتكر كتاب مهم هو الشركة الإنجليزية الفارسية وأمارات الخليج العربية. ده بيتحدث عن كيفية استخراج البترول وعروض البترول وكيف تمت الموافقة عليه. فأنا بفتكر إنه جامعة قطر وجامعة ماليزيا أعطتني المساحة إنه أسهم في إضافة جزء إلى المعرفة التاريخية. لأنه أنا أعتقد أن كثير من الناس بيفتكروا علم التاريخ علم ما مهم، لكن أنا بفتكره هو العلم الذي يساعدنا في استيعاب الحاضر ويساعدنا في استشراف المستقبل. لأن المعرفة التاريخية شيء مهم للتخطيط مستقبلا ولفهم الواقع المعرفي. ممتاز جدا يا بروف، ممتاز 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 ممتاز. طيب يا بروف، الان لو في بنتي ولا بنت اخوي ولا اي زول كده من الشباب سؤال قال داري اقرا تاريخ عشان نطمنه ان احنا في العصر بتاع الماديات ده والشباب داير يصل باسرع طريقه للميس، قول له يا اخي التاريخ ده والله ويل باي اوف، لكن لما تبقى بروفيسور في جامعه قطر وتكتب كتب قبلها كده حتكون زي يقولوا قاعد في ليمبو. هل الكلام ده صحيح؟ والله أنا ده بيذكرني بقصة كان بيحكيها الوالد في وادي سيدنا يبدو لي. قال في واحد جاب 9 distinctions في الابلايد ساينسز وفيل في الهيستوري. بعدين كان حريص يمشي يكلم أستاذه بتاع الابلايد ساينس ويشكره على النتيجة، لكن المشكلة هم sharing one office، فإذا مشى هناك حيقابل أستاذ التاريخ، فعلى كل ضرب خماسيها في الزاسيها وقرر يمشي. فمشى همسا شكر أستاذ العلوم وقال لي يا أخي أنا جبت 9 distinction but unfortunately I failed in history. قال الرياكشن بتاع أستاذ العلوم هداه وقال له history is nonsense. بعدين هنا أستاذ التاريخ سمع الكلام بالبارتيشن، سمع الكلام قال who said history is nonsense you are nonsense. history likes water follows from a high a cliff, irrigates the land. وبدأ يتكلم يعني فحاول يقولون يعني أنا بفتكر يعني دراسة الهيستوري ما تكون دراسة تجارية ودراسة كل العلوم الإنسانية، يعني كثير يعني أسفي نحن في سوق العمل لما نضع المقررات في الجامعات دائما بيقولون استجابه سوق العمل لاستيعاب الامبلويابيليتي بتاع الخريجين بتاعهم. فما هي التاريخ لوحده؟ يعني العلوم السياسيه، الفلسفه، كل العلوم الاجتماعيه مساله التوظيف لها ضعيف. اضافه الى ذلك
المجتمع ذاته يساعد في ذلك، يعني نظرته نظرة دونية للعلوم الاجتماعية. أنت تلقى دائما أمك أو أبوك يقول لك أنت دار تبقى مهندس ولا دار تبقى طبيب. وإن كان أستاذنا عبد الله الطيب كان دائما يقول الجامعة علوم وآداب وما سواها مهن. أنا نصيحتي إنه بغض النظر على الحساسية الموجودة بين المساقات الأكاديمية، الإنسان في خياره يحاول يكون هو، يعني أي خيار يختاره يحاول يعني يمكن لنفسه بصورة جيدة. وأنا بفتكر ده الطريقة السليمة، سواء اخترت تاريخ أو اخترت أي مادة، أنت لو بقيت فيها مبدع يتحقق الهدف اللي هيستحقه. دي رسالة مهمة جدا وغالية، شكرا لك يا برو. طيب يظهر في الشاشة هنا ده زي الحدث بتاع تدشين كتاب ولا حاجة؟ وده تدشين كتاب بروفيسور يوسف عن الكاتب الشوني، وده بيقودنا لنقطة مهمة، يعني قضية التجويد. يعني الإنسان أي عمل مفروض يجوده بصورة جيدة. ويوسف عندما تحدث عن هذا الكتاب، بدأت معرفته بهذا الكتاب سنة 68، بدأ العمل في هذا الكتاب سنة 68 كويس، ونشر الكتاب في 2018. دي كم سنة بالحساب يا دكتور أنور؟ دي 40 سنة أقل شيء. دي 40 40 و50 سنة. أي نعم. يعني قضى كل هذه الفترة في التحقيق والتنقيب. وأنا أذكر لما سألته قلت له ليش فتت الفترة دي في كاتب؟ قال أنا ما أتحقق. ما كنت حريص إني أفضل كتاب أقل مستوى من وطني. يعني تحقيقه لكتاب الطبقات كان تحقيق متميز، وإن كان في ناس كثير ما بحبوا كتاب الطبقات، وحتى أستاذنا عبد الله الطيب كان بيقول كتاب الطبقات هو قاموس الجهال السوداني. أنا أتحدث عن منو طار بالعنقريب ومنو طار بفروته ومنو وأشياء هذه ليست قراءة صحيحة. أنجزوا في 40 سنة، وفعلا كتاب الطبقات يعني هذا هو كتاب الشوم. أخذ 40 سنة. كاتب الشوم حققوه من قبل أبو سليم، حققوا الشاطر يوسف قبل، حققوا الشاطر البصيري عبد الجليل، وحققوا مد شبيه. تحقيقهم الاثنين لم يتجاوز 140 صفحة، لكن بروفيسور يوسف لما نحقق كاتب الشوني عدد صفحاته بلغ 412 صفحة، لأنه يعتمد على 10 مخطوطات. ويوسف يهتم بقضية الحواشي التوضيحية، يعني أنت إذا قريت المتن ربما لا تفهم أشياء كثيرة، لكن لما تقرأ حواشي يوسف تتضح الصورة. الكتاب كتاب مهم على التاريخ السياسي، على التاريخ الاجتماعي، على التاريخ الاقتصادي، وعن تاريخ المدن. فيه معلومات كثيرة عن المدن السودانية كيف نشأت وكيف تطورت، وده هو الحدث المرتبط بكتاب كاتب الشونة أو كتاب إدارة التاريخ ملوك المملكة التركية ومملكة سنار في السودان. هذا كما يختص بهذه المناقشة. طيب يا بروف، بس حاجة سريعة كده في الصبر بتاع الناس مختصين التاريخ، يعني الصبر بتاع الجبال في إنك إنت عشان تاخذ الكوبي رايت ولا تاخذ الإذن من إنك إنت تحقق كتاب ولا كده، تتصل بوين وين 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 اندونيسيا وين وين،
الصبر ده دي هل حاجه من الحاجات اللي بتعرفها انك والله يا اخي ده المجال اللي ممكن ينفع معاي؟ يعني كيف الزول يختبر يعرف نفسه والله انا ممكن في المجال ده اكون كويس؟ يعني احنا ناس الكمبيوتر ساينس الحاجه لو ما بقت السي دي طوالي تنساها، يعني بقول بضيع زمني. والله هو ما انت بتدرس تاريخ وثائق فالمساله تحتاج لتحقيق. يعني السي بروفيسور يوسف عشان ينجز كاتب الشون اخذ 40 سنه وكان حريص انه ينجزه بطريقه جيده وبتحقيق جيد وهذا ما حقه. بالنسبه لمخطوطه سوكوتي انا ما اخذت زمن طويل لانه ما فيها تعقيدات لانها هي مخطوطه واحده، لكن كتابه الحواشي وتحقيق النص اخذ فتره زمنيه. يعني فالاستعجال في العمل البحثي بالنسبه للمؤرخين ولكل الباحثين ما هم فيه، والمسألة دي نجدها متوفرة عند الألمان. الألمان صبورين جدا في أي تخصص كان، يعني بدوا المسألة وقتها وبيبحثوها بحث دقيق، وبعد ذلك يعني البحث اللي ينجزوه بيكون بحث متكامل الأركان. لكن أنا لاحظت الآن كثير من الأطروحات العلمية يعني بتنجز في بعض الجامعات السودانية فيها نوع من الاستعجال، فيها نوع من الاستعجال، وحتى معتقدة ما في تدقيق لغوي، المعلومات مغلوطة، ما في صبر عن الأشياء، وده بينعكس على العملية التعليمية نفسها. يعني مرة أنا أذكر إنه في طلب بتاع ترقية عندما نظرت في الطلب الشيء الذي استرعى انتباهي إنه مقدم الطلب في سنة واحدة نشر 13 بحث. ده في السيرة الذاتية بتاعته. لما رسلوا لي المقالات وبدأت أقرأها بتدقيق شديد جدا اكتشفت إنه 10 منها تقريبا على ما أذكر هي مستلة من أبحاث طلاب، يروح عمل المقدمة وعمل لها كده وينسى ما يغير ثبت المراجع. يعني تبدأ المراجع عامل مراجع كثيرة والمراجع ما موجودة في الفصل اللي هو عمله تلخيص والأشياء دي. إضافة لذلك ينسى ما يغير الحواشي. مثلا في بحث نتذكر معمول عن دراسة حالة في بري، والبحث المقدم داري يحصل بعد الترقية عن جنوب دارفور. فأنت لما الجانب الأخلاقي هو جانب مهم أنا يقولي في البحث العلمي، إذا ما تقصيت الحقائق وحاولت تكون موضوعي. طبعا في ناس يقولون أنا الرجل غير محايد، ما في شخص محايد، أي شخص يقول لك محايد يمكن يجري، لكن أنت ممكن تكون موضوعي. تحقيق الموضوع يحتاج لأدوات، يحتاج لتريس، يحتاج لمنهج. يعني أنا ما ممكن أقول أنا محايد، لكن أنا ممكن أقول أنا موضوعي في طرح يعني مسألة الحياد، مسألة صعبة والله محايد 100%. يعني والشيء الثاني هو تاريخ الزمن الراهن، وأنا لاحظت في كتابة الثورة السودانية. كتاب الثورة السودانية كان كتاب مرهق، بالرغم من أني أنا كنت متابع بدقة للأحداث وبعمل مذكرات يومية، لكن فلترة المعلومة، يعني لو حاولت أقارن بين كتاب الانتخابات وكتاب الثورة السودانية، كتاب الانتخابات كان في شرح المعلومات، معلومات موجودة مواطنة وين لكن كيف تحصل عليها وتحققها وتأخذ منك وكي. هنا في استفاضة في المعلومات، في كم هائل من المعلومة عشان أنت تفرق القس من السمين. هذه مسألة ما سهلة. يعني أنا أحياناً بأخذ عدد من الروايات، حتى الرواية إنك تأخذها من الجزيرة نت وتأخذها من راديو دابنغا وتأخذها من الشرق الأوسط وتأخذها من السوداني، صحيفة السوداني، من الانتباه بتجد في اختلاف في القناعة. فإذا ما تفقت وحققت أنت بتواجه عدد من الإشكالات. فدي مشكلة من المشاكل المعاصرة في كتابة التاريخ الراهن وبتواجه الباحثين حاليا، لأن المدونة المصدرية أصبحت مدونة متعددة المشارب ومتغيرة وتخضع لقراءات آخر الذي يصنع المدونة نفسه.
نعم شكرا جزيلا. نعم طيب الصورة في غانا؟ الصورة دي ما في غانا، ده أيضا أنا بفتكره من الناس اللي قدموا إسهام معرفي جيد وكان له إسهام أنا بفتكره أنه في بروفيسور صلاح حسن. صلاح حسن من ضمن التحديات والتحديات دي حسب رواية بروفيسور صلاح حسن، صلاح حسن مهتم بالفولكلور ودراسات الفن في غرب أفريقيا، وهو تخرج من جامعة الخرطوم وبدأ ماجستير في محدد الدراسات الأفريقية والآسيوية، ومشروع المقترح بتاعه ضاع. طبعا ذاك مشى أمريكا وما كان عنده فرصة يراجع السودان، فاشتغل في غرب أفريقيا وأصبح من الباحثين الذين يشار إليهم بالبنان في مجال الدراسات الفولكلورية والدراسات الفنية في قلب أفريقيا. هو حاليا جاي من جامعة كورنيل وهو مدير معهد أفريقيا بالشارقة، هذا المعهد أسس عام 2018، فهو من الشخصيات المهمة وعنده إبداع واهتمام بالصلاحي، وهو الذي أشرف المؤتمر الذي عقد في الشارقة عام 2016 على ما أذكر، كان فيه عبارة، كان المؤتمر موضوعه الأساس الأدبيات السودانية في الستينات، والستينات هي أقصر فترة الإنتاج المعرفي للسودان في كل مجالات المعرفة، سواء كان في السينما، سواء كان في الفن التشكيلي، سواء كان في التاريخ، الجغرافيا، كل المعارف الإنسانية كانت تشكل ذروة صنام الإنتاج المعرفي في السودان في ذلك الوقت. نجد معظم الكتابات المهمة صدرت في الستينات. ليش يا بروك؟ ليه تحديداً الستينات؟ والله يشوف الناس طبعاً كانوا حديثين تخرج من جامعة الخرطوم وعمر دراسات العليا، وكان في حافز إنه يقوم بأبحاث علمية، والجو البحث كان مهيأ بالنسبة له. ما عنده علاقة بالأجواء السياسية ولا كده ولا الاقتصاد ولا كده. ما والله الوضع الاقتصادي ما مستغل، يعني تلمت كأستاذ جامعة احتياجاتك الاقتصادي كان مستغل طبعاً. وضع الاقتصادي كان متغير، الوظيفة فيها نوع من السكيوريتي، إضافة إلى ذلك معينات البحث كانت موجودة في الجامعة، هنالك موضوعات كثيرة كانت مطروحة وقابلة للبحث، مجالات جديدة بدأ السودانيين مثلا مجال السينما، الفن التشكيلي والأشياء هذه، فاستطاع أن يبدأ في هذا الجانب. نعم شكرا جزيلا. أنا لو في وقت ممكن أرجع للسؤال يا ريت دكتور ياسين في الأول، إنه تاريخ السودان خاضع للتزوير والتاريخ المدرس في المدارس مختلف من الحقائق الموجودة وفي أشياء مسكوت عنها. طبعا هذه هي حقيقة، لكن نحن إذا حاولنا نعطي تقييم أو تقويم موضوعي لهذه القضية يجب أن ننظر لتاريخ السودان من زوايا مختلفة. أنا دائماً بقول لهم فرديناند روديل فرديناند روديل بيقسم الزمن لثلاثة أنواع، بيسميه الزمن الحدثي والزمن الثابت والزمن شبه الثابت. الزمن الحدث مرتبط بالأحداث السياسية، بتغير سريع، التغيرات فيه سريعة جدا، والزمن شبه الثابت مرتبط بالعادات والتقاليد والواقع الاقتصادي، الحركة فيه بطيئة، لذلك نجد كثير من العادات والتقاليد موجودة نحن بنقولها من جيل لجيل. الزمن الثابت مرتبط بالظواهر الجغرافية، يعني التغير في التركيبة الطبوغرافية بيكون بطيء، بياخد وقت.
من هذه الزاوية برى إنه ال برى إنه الجانب الخاص بالتاريخ الشبه السابق بتغير بصورة بطيئة. إذا حاولنا ننظر للفعل التاريخي نفسه بنجده يتكون من دور الإنسان والزمان والمكان. الثلاثة أشياء اللي بتشترك في تكوين الحدث التاريخي. إذا جينا لتاريخ السودان هو محقب بطريقة نمطية. يعني التاريخ محقب لتاريخ قديم، تاريخ وسيط وتاريخ حديث. طبعاً دي طريقة التحقيق إلى حد ما موروثة من التحقيق الأوروبي. قصة وسيط وقديم وحديث. ودي فيها اليوروسنتريك أبروتش واضح. يعني تأثير المؤرخ أو العلماء الأوروبيين واضح، يعني لما يقول لك إنه تاريخ حديث لأنه التاريخ الوسيط في أوروبا هو الميديفال هيستوري، هو تاريخ بتاع العصور المظلم وسيطرة الكنيسة. فهذا التحقيق لا ينطبق على تاريخ العالم الإسلامي أو البلدان الأخرى. كانت مظلمة في أوروبا، كانت مشرقة في الأندلس وفي بغداد. لذلك محمد أحمد في قصيدة الأندلس الفردوس المفروض بيقول ولولادي مشوا ما كانت طليطلة ولا ذهب ببني العباس في بغداد. فده تحقيق فيه تنقيص لدور العالم العربي. حتى الهند والصين وضعها مختلف. لذلك برنارد لويس كان بيحكي إنه قال جاتوا طالبة من الصين قالت لهم قالوا لا يدرس التاريخ، قال لا وسيط ولا حديث ولا قديم. قال فقالت له وط وافتكر ما في السؤال وعاد لها السؤال. قالت له ما عندنا كونسبت زي ده في الصين، ما في وسيط ما في حديث ما في تقسيم. ده تقسيم خاص بأوروبا، لكن احنا بسمنا بتاريخنا. وحتى المناهج بتاعتنا تأثرت بذلك لنا، يعني حتى تسميات المناطق الجغرافية. لما نقول الشرق الأوسط والشرق الأدنى والشرق الأقصى، أقصى من مين وأوسط من مين وأغرب من مين؟ أوروبا أخذت المركزية. والتنميط ده أيضا انعكس في الجانب الخاص بالزمن. يعني ليش الساعة عندنا تكون بالوقت ده جرينيتش مين تايم؟ لأنه بنفتكر في التصوير بجرينيتش. لكن حتى الدراسات الجغرافية الحديثة بتفتكر إنه خط 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 التصوير ممكن يجي بمكان. ده برضو بيحكي طبيعة التنميط الأوروبي والعلوم دي كلها نشأت في أحضان الفكر الأوروبي وهي ما فاليو فري. يعني مثلا لما نقول التقسيم ده ما عنده خلفيات، عندها خلفيات وعندها منطلقات معينة. تاريخ السودان غسم حديث وقديم كان بنمطية مختلفة. يعني في علم التاريخ القديم عندنا التاريخ الوسيط بدأ من القرن السادس تقريبا وبينتهي لحد القرن التاسع عشر. الغريب في الأمر نحن في السودان ربطنا الحداثة بغزو محمد علي باقي، يعني ما عندنا حداثة قبل. يعني التاريخ الحقيقي بتاع السودان لو شفتوا كتاب القداح كتابه مكتبي تاريخ السودان الحديث، لو لاحظتوا كتابه بيبدا ب 1820 لحد الغزو التركي اللي هو الناظر الكبرى. اي نعم. فبيبدا بالنقطه هذه. لكن هنا ننتقل من 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 من, من, من قضية التحقيق لقضية الهيستوريوغرافي. من الذي كتب تاريخ السودان؟ وكيف كتب؟ وكيف يكتب؟ أنا أقول الناس مفروض يسألون. إذا رجعنا للتاريخ القديم، التاريخ القديم في السودان ارتبط إلى حد كبير بالآثار. ومن أهم الكتابات ظهرت في الفترة هذه كتابات بروفيسور شيني وبروفيسور آركيل. لكن جو بحثين سودانيين تجاوزوهم، يعني كتابات علي عثمان محمد صالح، كتابات محمد علي حاكم، كتابات يوسف مختار بروفيسور يوسف مختار، كتابات
غيرهم من الباحثين السودانيين موجودة، لكن السؤال هل هي متاحة للغراء ولا لا؟ دي النقطة اللي أشار لها دكتور أنور وأشار لها أيضا دكتور ياسين، هل كيف نحصل على هذه الأدبية؟ نحن في السودان عندنا مشكلتين. المشكلة المكتبات العامة، المكتبات العامة ما متاحة لكل القراء. يعني مثلا مفروض كل حي يكون فيه مكتبة، ليش لا؟ أو أي نادي في المنطقة موجودة عندنا. الشيء الثاني إشكالية النشر، يعني في اطروحات بتاع الدكتورة كثيرة موجودة في الجامعات، في جامعات يعني الاطروحات لها آلاف السنين موجودة ما في زول بنشرها وفيها معلومات بتكفي صالح يعني. إذا جينا انتقلنا لمثلا التاريخ، مثلا ناس بوقت التاريخ الحديث اللي هو من 1820، كثير من الناس والله نحن بنعتمد إلى الآن على كتابات الرحالة، كتابات المستشرقين. هذا أنا أفتكره حكم محل نظر. يعني من أكثر الكتب الحديثة الكتب الآن غطت فترة نفتكرة جيدة كويس من الكتب الشعر القارئة نحضر بفتر كتاب بل هذا كتاب كويس، تاريخ السودان الحديث بغطي من 120 لحد ما أعلن تاريخ الاستغلال من داخل الفرن. فهذا كتاب مرجع يعني بفتره مهم وغطى فترة كبيرة في هذا الجانب. إذا كنا للإستثناءات داخل هذا الإطار العام، فمثلا التركية بنجد أنه في كتابات أوروبية حديثة يعني وفي كتابات كتبوها باحثين سودانيين عن فترة التركية وغطت أجزاء مهمة يعني. الشيء الثاني الحدة الإشكالية دائما لما نتكلم عن تاريخ السودان هي فترة المهدي، يعني لما نتكلم عن فترة المهدي هي الفترة البسيطة من 1881 ل 1898 17 سنة. ال 17 سنة دي الإنتاج المعرفي لها إنتاج عالي من ناحيتين، من ناحية التوثيق إن وثائق المهدية تم حصرها بصورة جيدة، المخابرات والاستخبارات البريطانية والمصرية كتبت كثير جدا عن السودان في هذه الفترة وفي كتب كثيرة، لكن الناس دائما لما يذكروا فترة المهدية بتجي في أسهام كتب معينة، كتاب شقيق، نعم شقيق، كتاب السيف والنار للفلاطي، كتاب أوهيل فولز، كتاب وينستون تشرشل، كتاب تشارلز نيوفيلد. بتعمل إثبات على المكتوب، في مكتوب كثير الناس بيفتكرون في مكتوب، لا في مكتوب في أشياء كتبت بأقلام سودانية وحصلت نقلة للمهدي، دي كلها كتب بتصنف في إطار المخابرات والدعاية ضد المهدي، سواء كتاب وينجت في مهديز من السودان أو كتاب أوير وولدر أو كتاب 10 year captivities in the Mahdi's camp وغيرها، دي كلها تصنف في كتب الدعاية ضد المهدي. هل كتب تاريخ موضوع أين ثيوبولد؟ كتاب موضوع ثيوبولد كان عميد كلية الآداب أو مدير كلية الآداب في مرحلة من المراحل عندما كانت كلية غردونة التذكارية ثم كلية غردونة الجامعية، و بي ام هولت الكتاب بتاع هولت The State of Society in the Sudan عمل بريك ثرو. بعد كده بتجي كتابات نكي شبيكة وكتابات محمد سعيد الجدال وكتابات أستاذ محمد إبراهيم أبو سليم. هذا فيما يختص بتاريخ المردوتي. في فترة التاريخ الوسيط أنا بفتكر بروفيسور يوسف سواء الطبقات أو كتابه العرب والسودان، إضافة لذلك في كتابات أخرى مثل كتابات ناس عبد الله علي إبراهيم أي نعم كيف نال السودان، كيف أعد استغلال السودان ل دوغلاس نيوبولد والحقه كي كي هاندرسون. دي كتابات نعم فيها إشكالية لكن فيها جوانب مفيدة. وأنا يبدو لي يا دكتور ياسين عنده كلمة في نادي الأبية، المجلدات الثلاثة بتاعت دوغلاس نيوبولد المحقق هاندرسون كده مقاله عن مدينة الأبية في نادي الأبية
بصف ليك الحالة وضع السودانيين الآن. صح بالضبط كده. يعني بيقول إنه التعليم مفيد لكن التعليم ممكن يكون مدمر. صح. بتعليمكم أنتوا تدمروا السودان. الكلام القاعد. فأنا بفتكر في كتابات جيدة، يعني دكتور عبد الله علي إبراهيم كتب كتابات جيدة في قضايا مختلفة وفي اهتمام بالفولكلور، لكن القضية مرتبطة بقضية النشر وتوزيع ما كتب. يعني برضو معلش المقاطعة يا برو، في الكتاب بتاع حكاية كانتربري السودانية. أي نعم. فالكتاب ده يعني انا يعني بشوف انه برضه كتاب كويس، لانه بس بيكتب عن تجربه بتاعت ناس بيجي بيحكوا التجربه بتاعتهم، واتخطت في كتاب وتقريبا ترجمه محمود صالح عثمان، نفس الشخصيه تقريبا هو الترجمه ترجمه محمد احمد خضر. ايوه محمد احمد خضر. ايوه كان بالضبط كده. ايوه نعم. ايوه ايوه. فبرضو بفتكره ده من الكتب يعني من الكتب برضو الكويسة، لأنه بس بيحكي تجربة، بس أنت بعد ذاك عندك التجربة قدامك تقييمها تشوف إنه والله الحاجة دي هو والله يشوف بيحكي تجربة. بعدين حتى لو أخذت التجربة بتاعت جريفيث عن بخت الرضا برضو تجربة كويسة. نعم. الشيء الثاني في الآمنة الأخيرة بعض السودانيين مال لكتابة المذكرات، بيكتبوا مذكراته في مذكرات من فترة العهد الوطني، والمذكرات بتاعت العهد الوطني ما كتبوها متخصصين، هم كتبوها بس عشان يذكروا إنجازاتهم. لذلك عبد الله علي إبراهيم بفتكرها أقرب للكريكولم فيتا الموسعة، يعني هي سيرة ذاتية موسعة. مثلاً مذكرات خضر حمد، مذكرات الدرديري محمد عثمان، مذكرات أحمد محمد ياسين، ما فيها حاجة كونكريت. يعني حتى الكتاب طريق إلى البرلمان بتاع إسماعيل الأسهري وما إلى ذلك من أشياء. أشياء الآخر قضية التعليم. المناهج ما قعدنا نفتحها بصورة جيدة. يعني ودي أنا بفتكرها نقطة مهمة. وفي دراسة التعليم نحتاج نفرق بين شيئين، نفرق بين التربية الوطنية، كتاب التربية الوطنية وكتاب التاريخ. إذا عايز تكتب كتاب تاريخ حقه تدي الحقائق الطبيعية بالنسبة للطلاب، لكن إذا ده تكتب كتاب عن التربية الوطنية يخدم قضايا الهوية ويخدم قضايا الوحدة الوطنية، ده شيء مختلف. تحتاج لمجهد مختلف. فمراهقنا بتحتاج لإعادة قراءة. وأفرز على ذلك هو الجدل الذي حصل في الفترة اللي كان فيها الدكتور الجراحي في وزارة التربية والتعليم. يعني كان ممكن الكتاب يعرض على متخصصين ويعرض بطريقة مختلفة ويعني ينظر ويقيم. تخيلها بروف، دي واحدة من مشاكلنا، يعني اللي هو نحن بنحاول نحل مشاكلنا بالعواطف، يعني ما بنحلها من رجع لأصوله. يعني مثلا ده المناهج دي مفروض يكون في أولا حسب علمي إنه في لجنة مختصة بإدارة وتنقيح المناهج. فنرجع تاني لحتة المهمة جدا اللي انت ذكرتها بتاعت الخدمة المدنية، اللي هي الحتة بتاعت الاختيار والتدريب ويعني ربط التعليم باحتياجات المجتمع. والله هي دي حقيقة. يعني أنا أعطيك مثال، يعني مثلا نحن طلبوا مننا في قسم العلوم الإنسانية نقيم مناهج التاريخ في كلية التربية قطر، كلية التربية والتعليم، اختارونا من تخصصات مختلفة. أول حاجة حددنا الإطار العام الكفايات والمخرجات المتوقعة من البرنامج، بعدين ترتيب الفئات العمرية. يعني انت شخص الحكايه دي من الروضه لحد الجامعه لازم يكون في ترابط بين المساله دي. انت عشان تبني معرفه تراكميه للطالب يجي تبدا بهذه الكيفيه. اضافه الى ذلك في تقييمك وقراءتك تفتح السلم بتاع كلونتك سنه، تبدا بالمعرفه ثم يرتقي لمساله التحليل والشرح وما الى ذلك. كويس. بعد وضعنا الكفايات واخذت معانا قريب 3 شهور
انتقلنا لمسألة تحديد المواد التي تدرس. المواد يكون فيها بنية تراكمية من الروضة لحد ما تصل للجامعة والناس قبل الجامعة والناس يتفرعوا لهم علمي وأدبي. كويس؟ هنا تضمن إنه الطالب ده أخذ الأشياء. إضافة لذلك في محددات أساسية. مثلاً قضايا الهوية، قضايا الأشياء هذه يجب تكون موجودة في المقرر وما إلى ذلك من الأشياء. بعد ذلك جابونا المناهج بتاعت كندا، سنغافورة، بريطانيا والأمارات العربية. درسنا دي كل بعد درسناها شفنا بنتفق مع البيئة الموجودة لنا عشان نعيد تبيئة المناهج المتقدمة في احتياجات الواقع البيئي الموجودين فيه ونكتبه بطريقة معينة. وده اللي حصل يعني. لكن في السودان الحكاية دي كان موجودة في بخت الرضا، أنا يبدو لي كان موجودة المسألة هذه، ولكن في الآونة الأخيرة ابتعدنا عنها كثير يعني. يبدو لي طيب يا بروف. أه تفضل در عندك حاجة. أي نعم تفضل. نعم طيب نحن عشان الوقت يعني ماشي شديد يعني وما دايرين يعني صراحة الحديث معك ذو شجون يعني وما حيكون ادخليه ما حيكون ده حيكون غايته يعني دي البداية يعني. طيب دايرين نمشي للحتة بتاعت الجائزة الطيب صالح العالمية، تدينا نبذة عن الجائزة وكيف تم اختيارك لها يعني. والله ده سؤال كويس. طبعا طيب صالح في مرحلة من المراحل حرمنا أدبياته في مؤسساتنا التعليمية في السودان. والوقت ذاك الطيب أيضا كان عنده مقالات ومقال معروف من أين جاء هؤلاء وما إلى ذلك من أشياء ومن الأشياء السممت الجو السياسي إلى حد ما. فكان كثير من الناس بيستخف بقراءته، يقرأ القراءات السطحية يعني لأدب الطيب صالح ويحصروه في قضايا يعني بيفتكروهم أخلاقية وما أخلاقية، لكن المسألة بعد من ذلك يعني الرواية عندها بعد خاص بالوضع الكولونيالي وما بعد الكولونيالية وما بعد الحداثة وقبل الحداثة، عندها بعد مختلفة. ففي 2010 جاءت فكرة إنه أو قبل 2010 محمود صالح، عثمان صالح ومجموعة من أصدقائه حسن البشر الطيب وحسن تاج السر وآخرين كانوا حريصين يعملوا للطيب صالح بيت في اندرمان يسمى دار الطيب صالح، يكون فيها أدبيات الطيب صالح ويكون فيها مكتبة للقراء وما إلى ذلك من الأشياء. وجمعوا الفلوس لهذا الغرض وشعروا أن الفلوس ما تجيب بيت في الكتاب. فالطيب أو حسن البشر أو محمود ما أذكر اقترح أن تسمى جائزة باسم جائزة الطيب صالح، ودي جائزة الطيب صالح للأدب الروائي اتبناها مركز عبد الكريم وهي بتعمل سنويا، وأنا أصدر عندي واحد من الكتب الخاصة بها ما أعرف موجود عن هذه الجائزة، وكانت بتنشر وفازوا بها عدد من الباحثين. في 2010 وزارة الثقافة حاولت أن تتبنى مشروع جائزة الطيب صالح، وده بعد وفاة الطيب صالح. بعد ما الطيب توفى جاءت فكرة جائزة الطيب صالح، وكان فيها نوع من الاختزال غير المباشر يعني إنه الطيب شخصية عالمية ولازم نحتفي به. فأنشأت الجائزة في 2010 وهي تقوم على ثلاثة مجالات. المجال الأول هو القصة القصيرة،
والرواية والنقد الأدبي. دي بيعلن لها سنويا وبيقدموا لها بعض الناس يسلموا مشروعات للجائزة وتحكم تحكيما عالميا. وأنا بفتكر فيها درجة عالية من الشفافية والنزاهة بدليل إنه الجائزة الأخيرة الحصلوا على الفوز 5 مصريين يعني هم متوزع من 1 لـ3 كويس يعني فيها 9 جوائز وفيها 2 واحد من المغرب 1 من العراق و2 سوداني كويس. بعد ما في السنة الأولى بروفيسور عبد الله حمدنا الله قدم اقتراح إنه إلى جانب الجوائز الثلاث يكون في تكريم لشخصية سودانية عندها إسهام معرفي أو إسهام ثقافي في الفضاء السوداني. ومن هنا جاءت فكرة الشخصية الثقافية يعني دي ما بتقدم لها أنت لكن اللجنة بحسب تصورها بتختار شخصية أو عدد من الشخصيات بتخضع السي في بتاعتهم للتقييم وبتخرج بنتيجة معينة. لذلك يجد في فترة من الفترات تم تكريم أستاذ محجوب محمد الصبح إسهامه في مجال العمل الصحفي وكرم أيضا شرحبيل أحمد بحكم إسهامه في الجانب الفن والغناء والموسيقى وكرم الدكتور باعتبار عمل مؤسسي فيما يختص بالدراسات السودانية إضافة إلى إسهامه الأكاديمي. وعلى المستوى الأكاديمي كرم أستاذنا بروفيسور يوسف فضل، بروفيسور مالك بدري، بروفيسور سيد حامد حريس، وبروفيسور فدوى عبد الرحمن الله. يعني دي معظم الناس تم تكريم من خلال الجانب الخاص بالشخصية الثقافية التي اختيارها في قدس. فأنا شخصيا ما كان عندي علم كيف تم اختياري وبأي كيفية، لكن فوجئت في يوم كتبتها في رسالة إنه جاني هاتف من أستاذ الجوب العيدروس بيقول لي تم اختيارك شخصية العدل لجائزة الطيب صالح ويجب أن تحل الموضوع هذا سرا إلى أن تعلم. استاهل والله يا بروف استاهل. ضبطك إذا أيوة. ألف بروف. في محله يعني. يديك العافية والله. في واحد من الشباب يا بروف سأل هنا في الفيسبوك قال لك هل تقصد أن كتاب سلاطين باشا اللي هو السيف والنار مش كده وكتاب نعيم شغير به العديد من الثغرات التاريخية وهل يجب علينا أن نبتعد عن قراءتها؟ والله إذا أنا بفتكره سؤال مهم جدا. أنا كتبت مقال عن نعيم شغير في الميزان. أنا بفتكر نعيم شغير قدم خدمة ما سهلة للسودان لأنه كتاب نعم شقير كتاب يستند إلى قوامين هو جغرافية وتاريخ السودان. ما كتب نعم عن جغرافية السودان يعني يصعب نجده في مراجع أخرى. كتاب فيه أكثر من 1000 وشوية صفحة بيتكلم عن تاريخ القبائل وعن النباتات وعن المدن أنا بفتكر هذا الجانب مهم. الجانب الخاص بالتاريخ مقسم يعني تكلم على التاريخ القديم وده كل من كتب موجودة. الجزء الخاص بالتركية أيضا مهم يعتمد على وثائق. والجزء الخاص بالمهدية نعم شقير هو أول شخص جمع وثائق المهدية قال وضع في رحلين جاءت في بيت المال بعد ذلك سفروها للقاهرة من القاهرة جاءت واجعة مرة بكرة لمثل المال. أنا بفتكر أن عم شقير كتاب مهم لكن في القضايا المرتبطة بالمهدية والخليفة عبد الله على وجه التحديد يجب أن نقرأ بحذر
أو بقراءة مصاحبة في الكتب وبحث. لكن هذا لا يقدح في قيمة الكتاب، والكتاب لا يمكن تجاوزه بأي صورة من الصور. كتاب سلاطين باشا السيف والنار، سلاطين كتب عن أشياء مهمة، كتب عن دارفور سلاطين، طبعا كتاباته عن المهدية مجروحة، لأن الكتاب الهدف الأساسي بتاعه الدعاية ضد المهدي. الكتاب الأشرف على تصميمه هو وينجي، هو مثل كتاب مهديزم من السودان، مثل كتاب 10 years captivity in the Mahdi's camp، نقرأهم بحجم. لكن الشيء المهم فيه الجوانب الاجتماعية، لما يصف سوق درمان، لما يصف طبيعة الحياة، دي معلومات متواترة نجدها في سلاطين، ونجدها في أهر وولدر، ونجدها في بابك البدر. لكن الإشكالية في كثير من الأحيان هي القراءة الأحادية. يعني نقرأ مثلا قصة معينة في سلاطين ونحتضر هذا المرجع النهائي. هذه يعني لو مثلا شفت كتاب السودان بين يدي بورتون وكيرشنا بتاع إبراهيم فوزي، هذا كتاب فيه إشاعات كثيرة جدا وما مبنية على حق. هذه الكتابات عندها رسالة في الأول، عندما نقرأها نفهم إنها عندها رسالة، لكن لقراءات مصاحبة لتتضح. نعم، لكن لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقا. يديك العافية بروف. دكتور أنور، والله يا بروف يا أخي طبعا الكلام معك زي ما يقولوا شنو، يعني كله 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 جزئية أنت بتطرق على بتناسل أفكار بتاعتين، والله دي حاجة ممكن نتكلم عنها كموضوع مستقل قائم بذاته لفترة ونغوص فيه زي ما يقولوا في العمق بتاعه. فصراحة ما شاء الله الجلسة معك يا بروف لا تمل، وربنا يزيدك من علمه ويزيدك من فضله. يعني صراحة الواحد علم كثير جدا جدا في الجلسة دي، وما دارين نحصل عليك لأنه الساعة 12:30 هسه حاليا بتوقيتنا هنا ده، وبكرة إن شاء الله الجمعة وكده. فبروف لو عندك أي أفكار ولا أي حاجات داير تنصح بها الشباب في الباحثين السودانيين والأكاديميين والباحثين عامة يعني. والله إن الحاجة اللي بقولها في ختام هذه الجلسة مثل هذه المداخلات، مداخلات مهمة وتبادل الخبرات بفتح أذهان المستمعين لأشياء كثيرة. أحياناً في أشياء ما بتخطر لبالك، وأحياناً أنت بتشوف شخص أنجز حاجة وبتفتكر أن تجربة النجاح دي خط مستقيم. فيها كثير من التحديات، فيها كثير من العقبات، فيها كثير من قيادة الرؤية. يعني في الإنسان لو رجع الذاكرة وقالوا له أنت هتعمل الحاجة اللي عملتها اليوم، الشخص نفسه ممكن يقول لك والله أنا ما متوقع ذلك. فيها توفيق من الله سبحانه وتعالى، وفيها عزيمة من الإنسان، وفيها تشجيع من المحيط اللي بعيش فيه الإنسان. يعني بعض الناس بتكون أسرة أسرة عندها المعرفة اليقين ساعدك كثير، يعني ما زي الشخص الجاي زينا كده، نحن بيئات يعني بسيطة وما عنده وخلفية كبيرة للأشياء. والزمن هذا اختلف، اختناء المعلومات أصبح سهل، والإنسان ممكن يحصل على المعلومات، بل إن كثرة المعلومات مرات تخلق للتشويش. إضافة إلى ذلك أختم بأنه كل تجربة شخص في الحياة عندها بصمة مختلفة. نعم. لكن في محددات عامة، يعني الإنسان لما يحدد حاجة يجب أن يرسم خارطة طريق واضحة لأنه كيف ينجز الأشياء العاجز ينجزها، ويجب يكون في نوع من الإصرار من جانبه وديترمينيشن إنه عايز يحقق ذلك. وزي ما قلت أنا من الأول، لا بد من صنعة وينطال السفر. حتى الإنسان لو فشل في المحاولة الأولى وفشل في المحاولة الثانية،
يجب أن يواصل، لكن المواصلة يجب أن تكون مستند على تقييم الأدوات والمنطلقات اللي بتحرك منها الإنسان. يعني أنت كمان إذا ما عندك أدوات ما تمشي في طريق واحد، ما ممكن تحقق في حاجة. يعني تقييم الأدوات يحتاج لتقييم ذاتي موضوعي واسترشاد واستئناس بآراء الآخرين في المجال، ممكن يفيدوك يفتحوا لك طريق ويفتحوا لك قنوات ممكن تفيدك، وبعد ذلك النجاح من عند الله سبحانه وتعالى. ولكم الشكر والتقدير. الله يديك العافية بروف، يعني سعيدين جدا جدا يعني، والله أنا متمنى إنه الحديث يتواصل، يعني لو ما بس يعني رأفة بيك، يعني يوم عمل وبكرة الجمعة زي ما قال دكتور أنور، بس عندكم ماشي لواحدة صباحا، لكن أكيد لنا لغاء ولنا لغات إن شاء الله بإذن الله. كتر خيرك كثير يا بروف، ويعني سعداء جدا بالمعرفة الغزيرة والنفاجات اللي فتحتها لنا وكمية المعلومات اللي أنا كتبتها في الدفتر بتاعي، فيديك العافية والله. وبتمنى إنه الحلقة دي إنه الشباب يستمعوا لها مرة ومرتين وثلاثة مرات، لأن فيها نقاط كثيرة جدا مضية وبتهبش حياة كل واحد فينا، يعني الدائر يبقى باحث، العايز يشتغل في الخدمة المدنية، العايز يعني ما شاء الله تبارك الله. فيديك العافية كتر كثير يا بروف، وربنا يعني يديمك زخر للسودان يعني. شكرا لك، شكرا. تحياتي.